الناس بيقول الحاجات اللي انا عايز امتحن كده بطريقه عاديه بس ما استنش في حاجه قوي يعني مفيش. طب انا هعمل ايه يعني؟ استنى يا اختي سيبني انا عارف انا هعمل ايه. بس انا مش بمتحن عشان اقرفك يعني لا خالص هتشوف هتستفيد. بس انا ايه الامتحان هو في حد ذاته عمليه تعليميه مفيش قصه يعني. دلوقتي احنا هنبدا بايه بقى؟ وموافق سيبي قدام خلاص كده اهو. انتوا بقى طلعوا صفحه واحده عشان ايه؟ تتابع بسرعه كده عشان بس نعرف ايه في خليه. حضرت قبل كده؟ بس بقى الحصه اللي فاتت الحصه الاولى ما حضرتهاش. لا الحصه اللي فاتت ما جراش حاجه ولا يهمك. طب خليك قاعد يا دكتور بس ايه انت تقفل الكتاب. ماشي خلاص كده. ففي سيل موجوده في الليفر قلنا اسمها ايتو سيل او اسمها استيليد سيل. اين تقع في الليفر؟ هل هي تقع جوه البلاد سينوسايد ولا في البوردن تراك ولا في السبيس اوف ديس سبيس اوف كده؟ ممتاز. طب الخلية دي هي بتطلع ايه؟ هي بتعمل وظيفة ضارة ووظيفة كويسة. الوظيفة الكويسة هي بتستور فيتامين. ها فيتامين ايه اللي بتخزنه؟ فيتامين ايه ولا بي ولا سي ولا اكس؟ انهي فيتامين؟ تذكروا فيتامين ايه ودي. كنت ببعت الكلام شفت الكلام بتذاكر ازاي؟ انا عملت حاجه؟ ماشي. بس بعد المذاكره بقى فبنخلص هنعمل امتحان رقيق وتلغرافات على البيوت. خلاص كده عشان تبعت. تمام؟ طيب انا مش عارف. نيجي بقى نقول حاجه كمان الكوفر سيل ده فين؟ في الهيباتيك سايد. يعني بقيت هيباتيك جو؟ لا بصوا جوه البلاد سينوسايد. جوه البلاد سينوسوري بين الاندوثيليوم بتاع البلاد سينوسوري دي اسمها ايه؟ الكوفر سيل. البوت صفحه الثلاثه البوديت ولا الكرسي؟ هات الكرسي. البورتال سوري الليفر دريند مينلي بالهيباتيك فين؟ كله بالهيباتيك فين والهيباتيك فين بيروح فين؟ على الانفيرو فينيتيف مش كده؟ ما عدا الكوديت لوب ايه؟ لا وفين؟ سبيشال بيروح دايركت على الهيباتيك. طب اذا طب ايه المرض اللي انا ذكرت اسمه هو هيباتيك فين ثرومبوزيس؟ يعني اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ايه؟ تشويسز يعني. لا اديني اختيارات والله. انا عايز اسم. اديني اختيارات. والله اكتب القواعد. لا يا كلاب. لا دي لازم تقول لي اسمه يا عم الحاج. بط كيالي صندروم. خلي بالك الحاجات دي ايه؟ لو جيت اخر السنه مش عارف هتلاقي فيه بلغه نفتت على دماغك عادي. بلغه متعصبه. باب كيالي صندروم. يبقى الباب كيالي صندروم الليفر كله هيبقى كونجستد ما عدا الكوديت لوب. خلي بالك الحاجات دي. طيب شكرا. انت يا كابتن اللي وراه. وموافق لو سمحت انت وموافق وموافق عشان ابقى شايفك ايه وقف الكتاب يا ناصح. انا تاني مره بس يا دكتور شغلنا وانا اقول لك ايه؟ ايه انواع ما احنا بص بقى دي اسئله تعليميه احنا بنتعلم. انا مش جاي اعرفك ولا تقرفني انا بنتعلم مع بعض خاصه شويه. انت هنا بعدين انت فاهم العلم كل اللي قاعدين كلهم مش عارفينها. ما تقلقش من حد ولا تتكسف. البورتال هايبرتنشن ايه انواعه؟
نحن مقسمينه ثلاث حاجات اللي هو ايه بري سينوسويدال سينوسويدال بوست سينوسويدال صح الثلاثه دول مش انا برضه انا ايه البري سينوسويدال اللي هو سببه ايه طبعا مع شريط الحاجات كده انت لما تيجي تشوف انا قلت كده كده هي كده شويه قدام كده لما يعني نسيب الامور انتوا بقى اللي بتنتظموا ولا ما بتنتظموش يبقى احنا نشوف الناس اللي هم فاتوا الحاجات انا ممكن ابقى اكمل اخدهم على جنب كده بعد الدرس ولا حاجه ودي كذا ودي كذا في كذا يبقى البري سينوسويدال هو الليفر سيل هو البلهارسيس لان البلهارس بتعمل ايه؟ بري بورتال فايبروسس مش كده يا استاذ يعني فتضغط على البورتال فيلتري اللي في البايب اللي في البورتال طب ايه اللي بيضغط على السينوسويد ده اسمها سينوسويدال بورتال هايبرتنشن قلنا ايه السبب؟ ليفر سيروز فده اسمه سينوسويد طب البوست سينوسويدال اللي هو هيباتيك فين اوبستراكشن مثلا يبقى مين اللي لسه قايلينه؟ مين اللي احنا لسه قايلينه؟ بار كيامي صدور ايه اقعد وارجع لك اديك سؤال في الحصه اللي فاتت الاستاذ الضمد اللي لابس ترينينج انا اسميك مستر اديداس خلاص ايه فكره اللي بضبطه اسم بيلزق فيه خلاص ده هنسميه اديداس اقول يا استاذ اديداس الميديالي اوبستراكشن اللي هو بمعنى اوبستراكتيف جوتر طبعا لا انتوا بتذاكروا صف خمسه مش كده؟ طبعا الحلقات الوسخه دي خليك معاك اوسخ انا معاك بقى وهجيب صفحات ثانيه دلوقتي بقرا خمسه عشان يقول عليا يا ابني دلوقتي اللي عنده ميديالي اوبستراكشن ده بيبقى عنده ايه يا دكتور اصلا؟ اوبستراكتيف جوندس صح؟ فانا باجي اقول ايه؟ طب الاوبستراكشن ده انترا هيباتيك ولا اكسترا هيباتيك؟ لو هو انترا هيباتيك بيبقى ميلي على مستوى البايل كانيكولاس. ما هو المرض اللي ذكر كجود اكزامبل الانترا هيباتيك بيلياري اوبستراكشن كان اسمه ايه؟ او ايه الحاجه اللي ممكن تبقى ان هي البايل كانيكولاس هي صفين الهيباتوسايت يبقى ايه المرض اللي احنا درسناه ممكن يقفل البايل كانيكولاس دي؟ احنا لسه قايلين المرض اللي فاتت اللي قبلها اللي هو الاكيوت هيباتايتس يبقى الاكيوت هيباتايتس ممكن تعمل انترا هيباتيك بيليري بوليستيزيس بس في مرض يمكن معلش احنا هندرسه النهارده بس هو مكتوب عندك اسمه ايه بقى عندهم؟ برايمري بيليري سيروزيس عندك صفحه اربعه طب بص شايف صفحه شايف صفحه اربعه بتقلبي فين؟ بتقلبي فين يا جميل؟ قول لي. طب الاكسترا هيباتيك بيليري اوبستراكشن اللي هو في الجومن بايل داكتس. خلي بالك ايه اللي يقفل الجومن بايل داكتس؟ اللي هو غالبا حاجه سيرجيكال ستون ستريكتشر تيومر. صح ولا لا؟ جميل. بعد كده كان في حته بسيطه قوي تقدر تفتكر كميه الالبوم اللي الليفر بيخزنها كام جرام؟ الليفر بقى بص يا دكتور بيحتوي على 70 او 80 جرام البوم وده بيكفينا فاستنج لمده قد ايه؟ 24 ساعه صح؟ انا قلت ايه؟ انا قلت اه انا اسف اه انا قلت المهم اه شفت السن برضه يا اخي برضه يبقى الجلايكوجين اسف الجلايكوجين بيبقى موجود في الليفر حوالي 70 80 جرام وده بيكفينا فاستنج لمده لا تقل عن كام؟ قول لي الالبومين والجلوبين كان لازم اقولهم وضعهم ايه؟ كورونيك ليفر ديزيز يعني القلب بيحصل له في الكورونيك ليفر ديزيز
بيقل والجلوبلين بتزيد. انهي جلوبلين؟ جاما جلوبلين. ليه؟ ما احنا لسه قايلين الكوفر سيل اللي هي الفاجوسيتيك ليفر سيل تعبانه، فطالما تعبانه يبقى هيبقى في نوع من البكتيريميا، في نوع من البكتيريميا، فيقوم يخلي فيه دايما انفكشن، يخلي فيه دايما ايه؟ انفكشن. فطالما هيعمل انفكشن يبقى الجاما جلوبلين ايه؟ اتفضل. قلنا كام؟ ليفل من 3.5 ل 5 جرام بير ديسي لتر. مظبوط؟ طيب هل بيوقف الاكيوت ليفر ديزيز؟ يلحق ولا ما يلحقش؟ احنا قلنا الهاف لايف بتاعه طويل، ففي الاكيوت ليفر ديزيز ما بيلحقش يوقف، صح ولا لا؟ لكن بيوقف في الكرونيك، بس يبقى ايه؟ ادفانس ليفر ديزيز. يعني ممكن واحد عنده ليبر سيروز يبقى نورمال سيما، لكن ليبر سيروز وسيرة قلب مواطي يبقى معناه ان الليبر ايه؟ حالته مش كويس. ده نوع من الدي كومبنسيشن، ده السيرة قلب. البروسود بالطايم يفرق ايه عن السيرة قلب من في الهاف لايف؟ اقل منه. طب يبقى البروسود بين لما يقل البروسود بالطايم يزيد، صح كده؟ طب يبقى البروسوم بالتايم يزيد، هل ممكن يزيد في الكرونيك ليبر ديزيز ولا لا؟ هو شورت هاف لايف ده كرونيك ليبر ديزيز، ممكن يزيد البروسوم بالتايم. طب في الاكيوت ليبر ديزيز بقى، لو البروسوم بالتايم، لو البروسوم بالتايم برولونج، ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ فالمنت. يبقى هنا في سؤال يجي يقول لك من البروجنوستيك في الاكيوت ليفر ديزيز، البومين ولا بروسترومبين؟ فتكتب على البروسترومبين ده انه البروجنوستيك في الاكيوت ليفر ديزيز، وعايزينكم تذاكروا تخلوا عندكم ده، تذاكروا تخلوا عندكم ده، اكتب كده وبعدها تذاكر وخلى عندك ده، تقف كده في المرايه وتقعد تضرب نفسك بالقلم. انا كنت بعمل كده وانا طالب، اقف كده واقعد اضرب نفسي، لا تذاكر يا ابني، زي خير عند الدم ايه؟ بشجع نفسي. كويس كويس. يعني احنا بنقول بالصوت التايم عموما، طبعا زميلكم بيفكرنا بالقاعده اللي يقول لك ايه؟ خصوصا بعد الانتيك وفيتامين كي. يعني لو انا هديت بروس عملت بالصوت التايم لقيته طويل وما زال طويل بعد الفيتامين كي، خلاص كده ما زال طويل بعد الفيتامين كي، ده معناه ان هي فعلا بروجنوستس قصه. نيجي بقى في الانزيمات يا دكتور، اس جي بي تي واس جي او تي، مين السبيسيفيك؟ اس جي بي تي. كويس قوي. طب هما الاثنين بيبقوا عاليين، صح؟ لما انا بعمل فولو اب للاكيوت هيباتايتس، مين اول انزيم بينزل؟ الاس جي او تي، عشان شورت هاف لايف، شورت هاف لايف، ده كلام سليم. طيب اتفضل. بعد كده في الكالين فوسفاتيز، الكالين فوسفاتيز عايز بس يا دكتور، يلا انت يا استاذ قولي لي ايه الحاجات اللي بتعالج الكالين فوسفاتيز؟ ميديا ريكونستراكشن، بس ايه؟ بصوا ماركت الليفيشن، بارينج ما ليفر ديزيز هيباتايتس، بس يبقى ايه؟ مايل الليفيشن. ايه كمان؟ بصي ايه اللي راح الليفر؟ متاستاسيس. وفي حاجات بقى في البون مش مهم خلاص. طب انا ازاي اعرف الالكلاين فوسفاتيز العالي ده جاي من الليفر ولا جاي من العظم؟ جاما جي تي لما بيبقى اليفيتد، لان الجاما جي تي فيري سنسيتيف للكوليستيز للبيليال كونستراكشن، فاذا ارتفع الالكالين فوسفاتيز
جامد ومعاه الجنش دي برضو عالية قوي، يبقى ده غالبا جاي منين؟ جاي من الايه؟ من حلو الكلام، جميل خالص. طيب الكوليسترول يعلى في انهي مرض؟ بارينكيمال ولا بيليري اوبستراكشن؟ في تقريبي احنا قلنا الكوليسترول اكسكريتد عن طريق البايل، اكسكريتد عن طريق ايه؟ البايل. مش هتبقى عارف، فطالما ان هو اكسكريتد عن طريق البايل هذا معناه، هذا معناه ان هو ممكن يحصل له ريتينشن في البيليري اوبستراكشن، هيعمل ريتينشن في البيليري اوبستراكشن، فبالتالي ايه هيحصل له ريتينشن؟ يبقى الكوليسترول ايه؟ نيجي بعد كده بلازما بروتين. دلوقتي يا دكتور خلي بال حضرتك من تكة مهمة جدا جدا جدا. بص يا دكتور انت بحضرتك يلا ما فيش مشكلة خالص، خليك معايا. البلازما بروتين هي مجموعة حاجتين، الالبومين والجلوبولين، خليها اربعين. لما اجي اقول لك توتال بلازما بروتين هاي، مين اللي ممكن يبقى هاي؟ سيرم البومين نيفر يبقى هاي. فلما تيجي بروبلم او امس يقول لك وكانت التوتال بلازما بروتين هاي، كانت التوتال بلازما بروتين هاي ده معناه ايه؟ ده معناه ان الجلوبلين هي العاليه، وانا اخص الجاما جالي على فكره يا اولاد. طب ايه اللي بيعلي الجاما جلوبولين بقى؟ في عندك امراض كتيره قوي، بس انا عايزك تفتكر مرض مهم جدا. قول لي بقى ايه المرض اللي في البون بيعلي الجاما جلوبولين جامد جدا؟ قلت اسمه ايه؟ اقول لك اول نقطه فيه مالتوبول مايول. خلاك عشان مالتوبول دي مهمه جدا، واعرفوا معنى كلمة مونوكلونال هايبر جاما جلوبولينيميا. مونوكلونال هايبر جاما جلوبولينيميا. تمام كده يا ولاد؟ طيب الحقيقة في انت بقى دكتورة انت الجاما جلوبولين في ثلاث امراض في الكبد بيعلوا الجاما جلوبولين. دكتوره ما تعرضيش قوي تحس بيه، طب ما تقرا الحاجات دي. خلاص مش هرجع لك تاني. انا معلش. قول يا جدع. انت لازم كده. طبعا انا بس عايز اناوي على شيء. عشان بس الكلام اللي يحصل ده. انا عشان اعمل معاك تاني في مكان سواء هنا او مكان بره باي شكل من الاشكال، الا لما هنا الامور تبقى ايه؟ كومبليت. لان في ناس بداوا يديفيتد شويه عايزين يعملوا ميعاد اخر غير ده. انا اصلا عارف ان في حاجه بتحصل كده، عايزين يعني طب هنعمل ميعاد اضافي، وهم بقى بيستعدوا ان انا هعمل ميعاد اضافي. في الوقت الحالي ده بيبقى زي اشاعه، مش عم تطلع من الدكتور اسامه هيعمل حاجه في المكان الفلاني بالشكل الفلاني والعلاني، على عيني وراسي هعملها، بس لما الاقي الموضوع ايه؟ انديكيتد. لكن ما ينفعش يحصل ديفيشن من سنتر لسنتر. فاهمين المعاني دي ولا لا؟ ما ينفعش، ما ينفعش اقول ايه صراحه عامل ده؟ هو ده اللي فاكرني انت هو ايه؟ انت بقى مش عارفني بقى. مش هقعد اقول لك تاني. حرام عليك يعني، ما ينفعش. لما جاء الاقي الناس قاعده وبتاع وخلاص الدنيا بقت فيه شويه كده العدد والناس مخنوقين شويه، طب يا جماعه خلاص نعمل معاك تاني هنا بره، فما فيش مشكله. لكن نوع بقى ايه؟ تلاقي بقى انت عارف اللي هو زي ما يكون الناس عاملين يلعبوا على واحد. لا طب احنا هنعمل مش عارف ايه. طب انا يا ابني حبيبي انا ممكن امشي، ممكن اقعد في بيتي النهارده في القاهره وعين شمس كلها عشان عارف يعني ايه القضيه. يعني انا بشتغل، انت بص انت قاعد سامعني ازاي ومنتبه معايا، هو ده كل حاجه بالنسبه لي. مش عايز حاجه،
الحساسيه القضيه ما ينفعش بقى اللي هو اللعب ده، لان واضح هنا في القاهره في شيء سيء. انما القاهره يعني شمس الدكتور هو اللي بيعمل كل شيء. هنا السناتر ليها رول ضخم، ده شيء مش كويس. معلش حاجات خالص. بس خلينا نشوف عشان بس ايه بدي مسج دايركت كان من تحت حسابك عشان بس فاهم مش هقول اكتر من كده. ما ينفعش ما ينفعش. طيب تخيل زي ما احنا هنا شغالين هنا ونكمل هنا خلاص ادار لحد اخر العام بقى له ده تعالى خلاص ادار. ما ينفعش بقى كده ايه لا يا دكتور يبقى انا حتى يبقى انا غلط. طبعا انا فاهم ازاي؟ خلاص احنا هنا كويسين ونشتغل وبتاع، لما الموضوع يبقى ريكوايرد ما مش ريكوايرد ليه ليه بقى ناس تعمل كده يقعدوا يقولوا وهتشوف الكلام ده هيبان بعد شويه. لا ما ينفعش ما ينفعش. طيب ميديا جميل كده احنا واقفين في كده. طب انا هسال حد تاني. طب بص هسالك انا السؤال ده ولا انت الحته دي ما حضرتهاش برضه؟ حضرت الجزء ده؟ لا لا الحصه دي بالذات ما حضرتهاش. لا يا تنس. طب اخر واحد الجاما جلوبلين في اي جي جي واي جي ان واي جي اي احفظوا الحتتين. ثلاثه دول في الليفر ديزيز، ثلاثه دول في الليفر ديزيز. الاي جي اي بيعلى في انهي حاجه في الليفر؟ انا قلت ايه؟ بص اي جي اي اي الكوليك ليفر ديزيز. الاي جي جي بيعلى في حاله ايه؟ هتلاقي مكتوب كوروني كيبرايتس صفحه كام؟ اسعف. طب والاي جي ام بيعلى في اي حاله؟ ما انتوا تتابعوا معايا الصفحه بس انا مش بمتحن عشان اشوفك شاطر ولا لا. احنا عاملين بنراجع الكلام المهم. الاي جي ام يبقى ايه؟ برايمري بيري سيروزس ده اللي بيعمل. جميل الكلام. طيب نيجي بقى لنقطة مهمة جدا. يلا انت بقى يا دكتور. السيرم السيرم باليرومي وضعه ايه؟ خلي بال حضرتك في القصة دي مش احنا عارفين ان هو كده اهو. السيرم باليرومي وضعه ايه؟ في الاكيوت ليفر ديزيز والكرونيك ليفر ديزيز. يعني الاكيوت ليفر ديزيز يعني الاكيوت فايرال هيباتايتس. لماذا يرتفع السيرم في بيعمل ايه؟ هل الهيباتوسايت انت هل الهيباتوسايت باظت ومش قادره تعمل هاندلنج للروبي؟ يعني ايه هاندلنج؟ ابديت كونجوجيشن سكريشن. ولا هل الهيباتوسايت عشان هي سمول عشان سوول ودي بنسميها ايه؟ ودي بنسميها ايه؟ هوميستيزيس. يعني هو شيء مش مبلد. شيء مش مبلد. لكن في الليفر ديزيز زي الليفر سيروزيس ده مرض مزمن. ماذا تعني كلمه اليفيتد بالروبي؟ تعني دي كومبنسيتد ليفر وتعني باد بروجنوزس. خلي بالك من المعاني عشان بيقول لك ايه؟ One of the following investigation is a prognostic factor في الليفر سيروز. فكده حاطط شويه حاجات مالهاش علاقه براحة حاطط ايه؟ سيرم بالليروم سيرم قلبه بروثرومبين اللي هم محطوطين في جدول جاي بعد شويه بتاع التشايلد كلاسيفيكيشن. خلي بالك اللي انا هقوله كل ده جاي. انا بس بعمل سبوت لايت ليه بقى؟ عشان لما تيجي تراجع الجزء اللي فات تعرف انت بتبص فين بالظبط. الكلام ده خطير وهام. طيب نيجي بقى. طيب لو واحد عنده الدايركت باليروب العالي ايه اشيا حاجه انت برضه تخلي الدايركت باليروب يعلى؟ الهيموليز. برافو. طب لو هو ما عندوش هيموليزيس لو هو ما عندوش هيموليسيس اللي ما عندوش هيموليسيس ده وعنده الاندايركت بالروبين عالي ده معناه ايه؟
ده معناه المرض انا قلت عليه اللي هو مين؟ جيلبرت سندروم. تخيل من حضرتك اول ما تلاقي الدايركت بالروبين عالي وتلاقي مفيش هيموليسيس، ده معناه ايه؟ معناه ان ده احتمال جيلبرت سندروم اللي هو ديفكت في الابتيك. ده في الصفحه اللي هي ضمن 9 اللي تحت. طيب خلينا بقى هنا الصنار. انت يا دكتور الصنار قل لي ايه الابيليتي بتاع الصنار عموما، الابيليتي بتاع الصنار بشكل عام، يعني الصنار يقدر يشوف ايه؟ سايز، يقدر يعرف الكويس، يشوف البورتال فين ديامتر. كل ما البورتال فين ديامتر بيكبر ده معناه ايه؟ ده معناه المريض عنده ايه؟ بورتال هايبرتنشن. وايه كمان؟ ممكن يشوف السيروزز والبريبورتال فايبروزز. طيب هسال بقى سؤال، لو جالك خلال حضرتك بقى اهو، لو جالك سونار وجه السونار قال لك الانترا هيباتيك بيليار سيستم دايليتد، ده معناه الاوبستراكشن فين في البيليري سيستم؟ في الاكسترا هيباتيك اللي هو غالبا فين؟ في الكومن بايل داكت، مش كده ولا ايه؟ وهيبقى البلوم بقى عالي دايركت. وات از ذا نيكست ستيب؟ ايه الانفستيجيشن اللي بيجيب الكومن بايل داكت؟ مين هو؟ خدت نصه على الدكتور على فكره. كان بيسال حاجه. اسمه ايه؟ ايه؟ ERCP في الصفحة اللي وراه. ERCP اتعمل ليه؟ اتعمل ليه؟ عشان يجيب الكومن بايل داكت. ليه بتخريج عشان ما تسيبوش؟ عشان نبدل عارفها. أنا الامتحان بتاعي بيبقى امتحان بطريقة مختلفة خالص. زي ما إن شاء الله أنا صغير بس الناس كافيين. انا عايز اقول لك الناس دي مش مش سيده خلاص يا عم جميل جدا. بصي اوبنز اوبن كله فاتح الكتاب وماشي معايا كانك انت دلوقتي ايه بتذاكر معايا ولا ايه؟ طيب يبقى يا طبيب الاي ار سي بي الانديكيشن بتاعه ايه؟ جميل ان الاوبستراكتيف جوند الشغاله دايركت بالروبن عالي. حلو الكلام. وطبعا تلاقي بقى الكلاينت سيرفيس كمان عالي بقى والحاجات وتعمل سونار. عشان كده يقول لك ايه؟ لما تلاقي واحد عنده الدايركت بالروبن عالي ومعاه الكلاينت فوسفاتيز معناها ايه؟ اوبستراكتيف جوندس او بيليار اوبستراكشن. وات از ذا نيكست ستيب؟ سونار. طلع انترا هيباتيك بيليار دايلاتيشن. وات از ذا نيكست ستيب؟ بي ار سي. مش عارف ايه؟ سيكونس اللي بيار سبيل اللي بيجيب الكومن بايل داكت. يقول لك بقى ده في ستريكشر، ده في تيومر، ده في حصوه شيلها، في ستريكشر اوسع واحط دعامه ستنت. ماشي يا جميل؟ طيب هنا في اللابروسكوب. يلا جميل انت يلا لسه جديد يعني انت جيت من عند البطايس ماشي يا عم. الجول بلابر افضل حاجه اللي هي الالتراسون على طول. سونار اي مريض عنده مشاكل في الجول بلابر شاكك فيها اعمل سونار. دي اول حاجه خلاص كده. والحاجات اللي ممكن انتوا هتتعرضوا لها اكتر كمان في الجراحه، لكن احنا هنديها لكم برضه بس الجراحه هيقولوا لكم تفاصيل اكتر من الجول بلابر يعني. طيب اللابروسكوب بقى. طب ما تقول انت ده انت اللابروسكوب ايه الكونت؟ الكونت اللابروسكوب بيوريني ايه؟ بالنسبه لل 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 ليفر والحاجات دي ها بيوريني ايه؟ انا قلت ايه؟ طب ده سؤال عام. ايه الغرض من اللابروسكوب؟ فيجواليزيشن اوف بريتونيا.
اصلا خلي بالك انا فين، انا في الليفر، فانا هيجي لي حاله اسايتس. حلو الكلام كده. فلما لقيت اسايتس مش ماشيه ان هي حاله ايتاليه ولا رينا ولا كاردياك، لا امال اللي عامل الاسايتس ده ايه؟ ده ساعات نفكر في ايه؟ ديزيز في البريتونين، نفكر في ديزيز في البريتونين. لو الديزيز جه في البريتونين انا عمري في حياتي ما هعرف الا ما اعمل لابروسكوبي واخد بايوبسي زي ايه؟ تي بي بريتونايتس، وزي الماليجنانسي في البريتونين. الماليجنانسي بتاع البريتونين يا اولاد اللي هو الميزوسيليوما والميتاستاسيس. وقلت لكم ايه الكارسينوما الشهيره اللي بتعمل ميتاستاسيس في البريتونين؟ مين؟ اوفر. خلاص المعلومات اللي انا بقولها دي مهمه جدا. امسك بقى فيها اي واحد كده واقعد اسال في حاجات ليها اساسا ايه؟ اللي عملها ابيض. هو ده الكلام اللي هو الشغل، ده الشغل اللي احنا عايزينه. نيجي بقى يا جميل بعد كده، ايه رايكم بقى؟ يلا انت كافي بقى. ايوه يا ابني قدام. مريض عمل ليفر سونار، عمل ابدومينال سونار، ولقينا في الليفر نوديول. نوديول يعني ايه؟ ناس. انا عايز انا ايه كل همي في النوديول ده؟ عايز اعرف ايه؟ انت كل اللي فاكر نوديول في اي حته في اللام في الليفر في اي بتاع، عايز اعرف هي ايه؟ بيناين ولا مالين؟ يبقى انا بقول لك ايه؟ سونار على الابدومين، لقينا فيه نوديول في الليفر. وات از ذا نيكست ستيب؟ عشان تعرف دي بيناين ولا مالين نعمل ايه؟ سي تي سكان، بيسموه سبايرال سي تي، او بيسموه ساعات اكتب يعني اسم اخر اسمه تراي فيزيك سي تي. تراي فيزيك سي تي مش مهم تعرف المعاني دي دلوقتي. ايه القيمه؟ ان هو بيديفرنشيت، بيديفرنشيت ايه عن ايه؟ البيناين من المالين. الهيباتايت على الأكيوت هيباتايتس، نمسك عايزك تقول لي انت برضه يا دكتور ما هي النون هيباتوتروبيك فيروسز اللي بتعمل أكيوت فيرال هيباتايتس؟ اللي هي ايه يعني؟ ايه نون هيباتوتروبيك؟ اللي هي الفيروسات الغير معتاده. زي مين؟ يعني ايه الفيروسات اللي ليه الاي والبي والسي والكلام ده بيعمل فايرال هيباتايتس؟ انشتاين والسي ان في والهيبس سامبلز، مش فاهم ده ايه؟ وانا اقول كلام حلو كلام. طب الهيباتايتس ايه بقى؟ يلا انت بقى اللي ورا قول لي الماركر بتاع الهيباتايتس ايه؟ انتي بودي اي جي جي اي جي ام. مين اللي بيديكيت اكيوت هيباتايتس؟ اي جي ام هو ده الحاجه الريسنت انفكشن، صح كده ولا لا؟ طب قول لي هل تفتكر الانفكتيف بيريود بتاع الهيباتايتس ايه؟ يعني لما بيبقى انفكشوس امتى لاخوك؟ اسبوعين قبل الفيفر واسبوع بعد الفيفر. اصل ده سؤال مهم، ام الولد هتسالك هتقول لها ايه؟ هتسال سؤال السؤال ده شغلني فترة طويلة. ازاي؟ طبعا اذنك بس ثانية واحدة كده بقى تروح بقى ايه؟ تروح في اي حتة وتتصل بالموبايل وتخش على النت. طيب نيجي بقى بعد كده الهيباتايتس بي بقى، دي الصفحة كده هتلاقي الهيباتايتس بي. الهيباتايتس بي في شوية ماركرز عايزين نتكلم عنها. اظن مش عارف صح نمسي انت مع حضرتك يا كابتن الحته دي تخص معايا اوكي. الهيباتايتس بي سيرفيس انتيجين بيظهر طبعا قبل الليفر انزيمز اصلا ما تعلى في الاكيوت هيباتايتس. طب لما يظهر المفروض لما تابع المريض في الاكيوت هيباتايتس يختفي بعد قد ايه؟ لا سته
ولا ست شهور انت بتخلط ما بين ال هو ده بيتكلم عن الانكيبيشن بيريود. مش احنا قلنا السيرفيس انتيجين بيختفي في خلال على الاكثر ممكن الداتا سيت بس تقول ايه ماكسيمم 6 اشهر. طب لو فضل ريزيستنت يبقى حصل ايه؟ هتشوف الليفر انزايم طلعت عاليه يبقى كرونيك، طلعت نورمال يبقى ايه؟ كارير. ثلاث اسابيع لاثنين شهرين دي معناها ايه يا دكتور؟ اللي هو هيظهر بعد قد ايه من الانفكشن. هيظهر بعد قد ايه من الانفكشن. حلو الكلام. طيب قول لي بقى يا دكتور، طب السيرفيس انتي بودي لما بي بوزيتيف ده معناه ان هو اميون ولا مش اميون؟ معناه ان هو اميون. طب الفيروس سي انتي بودي معناه ان هو اميون ولا مش اميون؟ مش اميون. معناه ان هو مش اميون مش معناه ان هو اميون. خلي بال حضرتك تكر. طيب نيجي بقى سيدي، ما هو الماركر؟ يلا انت بقى برضه انت برضه، ما هو الماركر الذي يعبر عن الريسنت انفكشن؟ كور انتي بودي اي جي ام. لماذا؟ لانه يظهر ايرلي ويختفي بسرعه. هذا كلام هام جميل. طب يلا سيدي يلا نيجي بقى نخش على حاجه اسمها الويندو جاب. يلا دكتور بقى انت اللي ورا، ايه هي الويندو جاب؟ هو ايه؟ انا شرحتها حلو دي والله. يلا انت واخد كام في الكوميونتي يا استاذ؟ انتوا قاعدين في صغر انتوا مش عاملين كل شويه تسجلوا جاي لهم. يعني الايه؟ الهيباتايت سيرفيس انتيجين طلع وبدا ينزل، والهيباتايت سيرفيس انتي بودي لسه بيطلع. فلو انا طلبت الهيباتايت سيرفيس انتيجين هلاقيه نيجاتيف، والسيرفيس انتي بودي هلاقيه نيجاتيف، صح كده ولا لا؟ يبقى هل المريض هو ما عندوش هيباتايت بي انفكشن ولا احتمال يبقى فين؟ في الويندو جاب. يبقى الويندو جاب اللي هي الفترة اللي هي في نهاية اختفاء السيرفيس انتيجين وبداية ظهور السيرفيس انتي بودي. لا الكور انتي بودي. لا بص يا دكتور، اصل السير ما حضرتش الحته. احنا قلنا بقى يا اولاد السيرفيس انتيجين بيظهر بدري قوي صح؟ بس بيقعد مده طويله، فانا لما الاقي السيرفيس انتيجين بوزيتيف انا مش هعرف هو بقاله قد ايه طالع. لكن مثل الكور انتي بودي اي جي ام بيظهر ايرلي ويختفي ايرلي، فلو قفشته يبقى ريسي. فاهمين يا ولاد ولا ايه؟ طيب يبقى مين ده اللي بيبقى بوزيتيف في الويندو جاب؟ قلنا الكور انتي بودي اي جي ام. طب يا جميل عايز بقى واحد يقول لي، يلا بقى انت دكتور في النص قول لي الفيرال ريبليكيشن بتاع الهيباتايتس بي معروفه ازاي؟ بالاي انتيجين. بالاي انتيجين. يبقى يا شباب ايه الحاجه اللي هي فعلا بروجنوستيك للهيباتايتس بي؟ اللي هو انا لما الاقيها عاليه اتضايق، ولما الاقيها مش موجوده ابقى مبسوط. بيتهيألي انا شايف ان الاي انتيجين ده ال 60 كل ما يبقى عالي يبقى الفيروس بيريبليكيت، فيروس اكتف. السيرفيس انتي بودي كل ما الاقيه زي ما احنا عملنا تيبل كده على الشمال، لما الاقي السيرفيس انتي بودي بوزيتيف معناه ان معاك برضه ايه؟ افضل. مش كده يا شباب؟ الهيباتايتس سي
يلا بقى يا استاذ يلا الهيبتايتس سي ايه الماركر بتاعه؟ الهيبتايتس سي انتي بودي. طب لما بيطلع الهيبتايتس سي انتي بودي على ماذا يدل؟ يدل على ايه؟ جاست انفكشن. هو جاله انفكشن. طب وات از جوينج تو ليفر؟ ما اعرفش يعني. هل الفيروس اكتف؟ هل الفيروس نايم؟ هل الحاله؟ ما اعرفش. يبقى لازم اعمل ايه؟ بي سي ار 1 لا لا بص يا استاذ، ما هو الهيباتايتس سي انتي بودي بيتعمل بايه؟ بالاليزا او الريبا. الاليزا او الريبا تيست. لكن الار ان ايه بتاع الفيروس سي بيتعمل بالبي سي ار كوانتيتيف. خلي بالك تمام. غريبة. لا سي مختلف. سي مختلف. طب نيجي بقى نقول ايه؟ الهيباتايتس اي فيروس يا دكتورة حضرتك بقى. الهيباتايتس اي فيروس ايه خطورته؟ هو شبه الايه؟ ابن حلال. بس امتى يبقى اجريسيف؟ لو حصل اثناء ماذا يحدث؟ فولمينيشن. ماذا يحدث؟ فولمينيشن. شبابكم هذه المعلومات. نيجي بقى نخش على يلا نجرب الكوره. الاكيوت فايرال هيباتايتس في حاجه اسمها نون اكتيريو. بعد الهيباتايتس ساعات بتبقى ايه؟ نون اكتيريك. نون اكتيريك يعني ايه؟ يعني العيان ما حصلوش ايه؟ جوندس. العيان ما حصلوش ايه؟ جوندس. بتبقى العيان شكله ايه؟ كيف انت بتشوف؟ بص هو ايه؟ بصي فايرين. بصيت واحد عنده فايرين بتلاقي عنده ايه؟ فيفر. ها؟ ماليز. وهيبه. جميل. بس ايه الحاجه اللي بيقولها فين بقى؟ هو ايه؟ نفسي دم عليا، انا عندي تمام النفس، انا قرفان من الاكل. هي دي الحاجه اللي بتخوف. ازاي؟ لو انت هنا عايزه تعملي له تيست ب 5 جنيه تطلبي له ايه؟ كيف تدوس الاناء هناك في فطايس؟ بالماركر ولا بالترانسامينيز؟ تختاري مين بقى؟ اس جي او تي ولا اس جي بي تي؟ مين السبيسيفيك؟ مين السنسيتيف؟ اس جي بي تي. طيب هتوصف لي بقى دكتور، انت بقى دكتور هتوصف لي الاكتريك بتبقى 3 فيزز. بري اكتريك، اكتريك بوزيتيف. البري اكتريك زي اللي هي انا قلتها من شويه، يعني هو بينه وبينك هو بقى العيان ده بري اكتريك وهيخش في الاكتريك ولا هو هيفضل كده ومحدش دريان بيه. طب في الاكتريك بقى ايه اللي بيحصل؟ فيز بيحصل. البري اكتريك مرحله الفيرينيا، بعد كده الفيروس بينقض على الليبر. ها ماذا يحدث؟ بيحصل كوليستيزيس. بيحصل ايه؟ كوليستيزيس. كوليستيزيس كويس. فيحصل ايه بقى للعيان؟ الدارك يورين والستول. دارك يورين والستول بيبقى كلي. كلي بيبقى فاتح زي الطحينه او بيل. ساعات بيقول لك بيل ستول. ايه تاني؟ ممكن لو عملت له اس جي بي تي الاقي عالي. بس انت بقى تقول بقى طب ايه الاخبار دي؟ الليفر هيبقى تندر بقى. لارج تندر. تندر. ممكن جوندس في الايس. شوف مكتوب سوفت ولا لا؟ سوفت. السبلين سام تايمز ايه؟ سام تايمز. مشكلة يا ولاد. دي مهمة قوي. يبقى دي اللي هي دي اللي هي مرحلة. طب هنا بقى في ملحوظة. أول ما الفيفر بتروح الجوندس تبان.
اول ما في جون تروح الجوبز يعني بالعرض. واول ما جوبز بان طبعا الفيبر راحت فتلاقي المريض ارتاح كده كويس الحاله العامه احسن بس بدا يعني في الاسهار البوست اكتيف بقى خلاص يعني بتبقى العيان بيخش تحت يعني. نيجي بقى نتكلم عن ايه الفرق بين الاكيوت فايرال هيباتايتس اي والبي والسي؟ ايه اللي يفرق بينهم الثلاثه؟ لا كلينيكال بيكتشر يعني كانت المربع ده بيقول ايه بقى؟ لا خلي بالك المربع هنا يقول لك ايه؟ يقول لك الاكيوت فايرال هيباتايتس ايه اشتهر بايه؟ كوليستيزيس السويلنج في الهيباتوسايت عنيف عنيف تمام؟ تبقى في ميديا ريكونستراكشن اكتر يبقى بيجي يقول لك مثلا تتوقع الدايركت بال بتاع ده تتوقع البيلروبي يعلى اكتر في انهي فايرال هيباتايتس في الايه؟ طب البي بيدي سيرم سيكنس لايك يعني سيستميك مانيفستيشن اكتر يبقى مور سيفير اكتر. طب والسي؟ السي ماله؟ الاكيوت هيباتايتس يبقى ايه؟ اسيمتوماتيك يبقى يا دكتور اسيمتوماتيك. طب انت بقى يا استاذه فرضا انيوميريت الكومبليكيشن اوف فايرال هيباتايتس يلا قولي اي كده في هيباتيك واكسترا هيباتيك. واحد كورونيزيتي، اثنين بوست هيباتايتس سندروم، ثلاثة افتكر اي حاجة وساعات بيحصل كارثة وهي فوضى. فوضى ليش بعرفه ازاي؟ تلاقي المريض بدا يجيله بقى اللي هي الكالوباسي وتلاقي الكونشس بيبقى ديتيريوريتد وحاجات كده تمام. عايز حد يقول لي لو عيان انت بقى استاذه لو عيان اكيوت هيباتايتس وبعدين زي ما تقولي كده قعدت اتابعه كل شيء بقى نورمال ما عدا الاندايركت بالروبن فضل عالي مايلد انهبيشن فيما تفكرين لا انا قلت كابوس انا خلي بالك كابوس لازم تركز معايا بعد كده بص انا بوصلك مسج في كل باراجراف دلوقتي كل باراجراف فيه مسج واضحه يعني لما تيجي تتابعي مريض عنده اكيوت فايرال هيباتايتس تلاقي كل الانفستيجيشن بقى طبيعيه بس فاضل حاجه الاندايركت باللومن على وجه الخصوص عالي انا سالت سؤال بس احنا ما خدناش الجوندس بس معلش لما اخد الجوندس هتجاوب السؤال بسم الله بس انا كنت نويت عنه هو هي الفايرال هيباتايتس تعالي ويتش باللومن اكتر دايركت ولا اندايركت؟ عشان هو دايركت لانه في سويلنج هنا ان دايركت يبقى المريض ده اصلا عنده ايه؟ جيلبرت لان مريض جيلبرت مريض شارع عنده ان دايركت بيقول له من عادي طب لو جاله هيباتايتس هتقعد تتابعه هتقعد ايه؟ تتابعه كله هيبقى سليم ما عدا الايه؟ ان دايركت طب ايه الحاجات بقى الاكسترا هيباتيك؟ الايمون كومبلكس والنيفرايتس ممكن يجي من نفرات ايه كمان؟ فاسكولايتس عارفين ايه بقى بص يا ولاد يجي يقول لك ايه بقى في الام اس كيو بص يقول لك ايه؟ بولي ارتراسك لوزا مي بي ريليتد تو هيباتايتس بي او سي او سي ريليت طب ايه كمان؟ ارثرايتس وبانكرياتايتس بيعمل ايه على البون مارو؟ معروف اي فايرال انفكشن ممكن تعمل بون مارو ديبريشن عشان كده بس ماشي يا شباب جميل جدا طيب لا
سيب الكلام ده كده صح، بس الكلام ده اقتراض للاستيشن ده كوروني. ايه طبعا حد بقى يقول لي يلا انت بقى قولي لي قولي لي البرزنتيشن بتاع الكرونيك هيباتايتس مايل فور، العيب بيبقى جاي ازاي؟ اسيمتوماتيك وممكن يشتكي من فيج سيمتوم، انا تعبان وهمدان مش كده؟ فتروح انتوا طالبه له ايه بقى؟ ما تلاقيه واحد يقول لك انا تعبان وهمدان، تطلبي له ايه؟ بشكل عام انا قلت لكم كده حاجات زي كده، يعني انا دكتور تعبان في الكاسيات مش عارف مالي انا مش كويس كده، تروح طالب له ايه بقى؟ بويزن اس جي سي بي سي ليفر فانكشن كيدني فانكشن بلاد شوجر ثايرويد بروفايل. يجي العاده يتفقس بالصدفه مين اللي عالي عنده؟ ترانس امينيز عاليه مايلد اليفيشن، مايلد اليفيشن خلاص كده اهو. طب ايه رايك لو عملنا للراجل ده بايوبسي هلاقي انفلاماتوري سيلز فين؟ انفلاماتوري سيلز هتبقى فين؟ هتبقى في البورتال بلاكس. طب العيان ده اديله علاج ولا اعمل ايه؟ سبورت طالما انا عملت الحاله مايل والدنيا ماشيه كويس قوي سواء هو فايرال ولا مش عارف ايه، سبورتيف تريتمنت للعيان. وقلنا ايه هم السبورتيف؟ حاجات زي السيليمارين والانتي اوكسيدنت وان متابعه والافويد ايه؟ الهيباتوكسيد. ننتقل بقى الى السي بي 4. شايف لان انت بقى ايه؟ انا هقول لك لسه التفاصيل بعدين، يعني نخش في العمق شويه اقول لك. حتى الفايرال هيباتايتس عموما الكرونيك لما بيبقى يقول لك ايه ساعات انت تلاقي يقول لك ايه ده كرونيك بس هي مايل فلور والفيرينيا قليله والراجل ماشي كويس امشي سبورت. لما نلاقي الدنيا بقى ليه بقى عارف ليه؟ في ناس بيفضل مايل فور كده فور لايف، يعني ممكن افضل انا مايل فور مدى الحياه، فانت تروح انت داخل فيا من انترفيرون ممكن تبوظ لي حياتي. انترفيرون مش حاجه مش نزهه ما تعرفنيش طبعا. انزيرف الراجل انزيرف متابعه ومتابعتها لقيت العمليه بدات تشد وانا هسيبه خالص لا بيبان. ده بيروح للدكتور كل 3 اشهر كل 6 اشهر رايح جاي تحاليل تمام زي ما احنا ريني زي ما احنا لا العمليه بدات تزيد يروح داخل فيه كده يعمل فيه زي كده. عندنا احنا في الكلى بلوبيرن فرايز العيان كويس وحلو ما فيش دم يديله علاجات سبورت بدا يشد يمين سبريشن لان يمين سبريشن مش لعبه دي لازم تتحسب. يجي بقى على السيبير فور. السيبير فور بقى هو مين؟ كرونيك هيباتايتس سيبير فور. فعايز بس ايه؟ قولوا لي بيبقى الكلينيكال بيكتشر شكلها ايه؟ قول انت جميل. في هيباتايتس طبعا واضحه اكتر من 6 مانس كويس. ممكن الاقي في جونس. ممكن الليفر يبقى لارج وتندر كويس ايوه. ليه بقى ليه هنا مكتوب كلمه الاكسترا هيباتيك مانيفستيشن؟ لان العمليه هنا بقت ايه بقى؟ عمليه كرونيك فهيبان. وبعدين هما سببين رئيسيين مين هما؟ الاوتوميون والفيرال. قول لي بقى الفيرال ايه الاكسترا هيباتيك مانيفستيشن فيه؟ الفيرال زي الجلوميرولونيفرايتس جلوميرولونيفرايتس. طب والاوتوميون؟ ارثروباثي شلون ولا غيره. ممكن هيموليتيك انيميا واحنا قلنا ان في لو جاب لك واحده ست وعندها هيباتايتس بقالها مده طويله والهيباتايتس معاها بقى ارثروباثي ومعاها هيموليتيك انيميا لازم تكون كونسيدر ايه الحاجه اللي هي الاولى. طيب قول لي بقى الماركر هو في تايب 1 بوزيتيف ايه ان ايه وايه؟ وانتي سموز ماسل انتي بودي. طب وايه تاني؟ وتايب 2 ال كي ام
لكم سلامي. قلت كده ال كي ام واس ال اي. ال كي ام ليفر مايكروزوم على الانتيبودي دوت، والاس ال اي سوري كون مش كلام. طيب نقلب بقى الصفحه. احنا رسمنا البيوبسي كان فيه ايه يا استاذ؟ تفتكر حضرتك البيوبسي هنا كان فيه ايه؟ مش كمان تتسحب كده. يبقى في حاجتين بيدلوا على الاكتيفيتي. ايه هما؟ كلمتين والناومين هما بيقولوها بقى بشكل عام. ريجين نيكروسيس فيس مين نيكروس. ده لو انا بقى ايه؟ ههتم. واخد بالك انت ازاي؟ يبقى هنا الراجل ايه؟ بيتشخص ديفينيت. طب اوكي. هنعمل طب يعني هل البيوبسي في الكرونيك هيباتايتس كان ديسكريمينيت الفيرال للاوتو اميون؟ بيعرف شويه. بص يا ولاد، دايما الحاجات الفيرال ها تلاقي فيها ليمفوسايتس كتير. حاجات الاوتو اميون تلاقي ليمفوسايت وبلازما سيل. بلازما سيل بتطلع انتي بودز. فدي نقطه يعني ايه؟ دي نقطه مهمه جدا. تيجي بقى للعلاج. العلاج ايه بقى في الاوتو اميون هيباتايتس؟ قول يا كابتن انت اللي ورا، انا ما سالتكش خالص. في الاوتو اميون هيباتايتس ايه العلاج؟ ما هو الاوتو اميون يبقى قد ايه؟ كورتيزون. الجرعه اللي بنبدا بيها كم مللي؟ 30. ثم بتبقى ريديوس 15 بعد من 10 مللي وخلاص. طب لو ما استجابش اضيف ايه على الكورتيزون؟ ازا سابرين اسمه ايميوران. جميل. طيب بس كده مش عايز المعنى يعني، انا يكفيني هذا. وطبعا كل الانفستيجيشن اللي اتكتبت قبل كده بقت نيجاتيف يعني بالعقل يعني. هتوقف امتى الكورتيزون بقى؟ اللهم ربنا يسهل. طيب هات بقى الفيرال. يلا بقى قول انت يا عم بقى، انت ما قلتوش حاجه. جايين كده لسه اول مره؟ يعني جاي كده. طيب انتوا برضو؟ طب يلا يا استاذ. انا بالظبط انا عارف انا ما تدريش يا استاذ. الهيباتايتس بي والهيباتايتس سي في حاجه اسمها كونفنشنال انترفيرون سيرام. خلاص كده؟ في الهيباتايتس بي يا استاذ بياخد كام يونت تقريبا؟ 10 مليون. يقول لك 10 مليون. فاهم ازاي؟ طيب بياخدها ثلاث ايام في الاسبوع تحت الجلد فور هاول كام شهر؟ حلو. طب والسي الدوز كام؟ 3 مليون لمده كام شهر؟ سنه. لمده سنه. جميل. طب بص بقى في سؤال. طبعا الانترفيرون بقى الثاني هو اللي من الداخل اسمه ايه؟ انا هقول اسمه اللي هو في الصفحه اللي بعدها وبعدين هنرجع تاني. يقول لك ادينا بنتعلم. هنعمل ايه؟ بنتعلم. اسمه بيجاسس اللي هو البيجايليتد انترفيرون. ده بيتاخد وانس بير ويك بنفس الطرق البي والسي. طب السؤال بقى يا استاذ انت برضه المونيتورنج يعني انا هادي العين انترفيرون صح؟ بعد كام شهر اقيم هو هيستجيب ولا لا؟ ثلاث شهور. لو مستجيب اكمل، ما استجابش واقفل الانترفيرون. ده قاعده. قول يا اولاد. طيب ممكن يا استاذه بقى انت بقى تقولي لي السايد افكتس بتاعت الانترفيرون؟ يعني واحد خد انترفيرون يبتدي يحس يعني ايه؟ فيفر، مايالجيا، انا تعبان، زي ما يكون عنده فلو لايف، اروح مدي له باراسيتامول. مفيش اثر افكت موجود؟ ادينا حاجه. طيب ولا ايه؟ ايه كمان؟ ممكن يحصل له سايرودايتس، يحصل له بون مارو ديبريشن، يحصل له هيموليسيس، ده ساعات بيعمل اكتئاب. ساعات بيأثر على الهارت. وانا كتبت معاكم قلت لكم الاسكيميك هارت ديزيز يعتبر كونترا انديكيشن. وقلت لكم على حاجه ثانيه الثرومبوسايتوبينيا تعتبر كونترا انديكيشن. ولا يا اولاد؟ ما
كل هذا الكلام ثرومبوسايتوبينيا كونترا انديكيشن سكيميك هارت ديزيز كونترا انديكيشن كلمه لحضرتك وبعدين مين بقى الهيباتايت سي احنا خدناه قول لي انت بقى وقف انا سالت بس قول يعني مش أول مسألة بلغوا زمايلكم أنا مع مصر مع صنع عالي مصر على الزوري ناس اللي هم كانوا موجودين إن هو في ناس بتعمل مش عارفين هم إيه أصل الدكتور أصابع هيروح في حتة تانية بطريقة معينة فالناس بقى يبتدي يقول لك إيه طب أنا بقى إيه هروح هناك بقى في التعليم إيه أنا ما عملتش معاك أنا ما عملتش معاك بس ما فاهم عشان فيه أنا عارف أصلا تقعد كريم تكون تقول لي معلومات غريبة هو اللي بيجي قال كده بس أنا عملت معاك تاني يا ابني معاك ده بيقولوا يا ابني لا يعني بص بقى الناس اللي هنا عايزين يروحوا مش عارف هناك فين يستنوا بقى المعلم تاني لا أنا هنا في الميعاد ده فقط دلوقتي ماشي يا شباب لما الموضوع يبقى ريكواير نعمل معاك مفيش ريكواير ما نعملش ده زعل ما يزعلش خلاص كده عشان انا فاهم القصه العيال عماله بتبقى برضه الاثنين قول يا بنت والانترفيرون في هيباتايتس سي بيتاخد لوحده ولا معاه دواء تاني؟ يعني الهيباتايتس سي بياخد انترفيرون بس ولا مع الانترفيرون ايه؟ ما دي كويسه اهو ريبا فايرين مش مهم الدوز بس ريبا فايرين اهم حاجه اهم سايد افكت ممكن يعمله يخوفني بصراحه هيموليسيس لا ما خافش من هايبر بروسيد ولا خايف منه اخاف من اليوريك اسيد ايه اديله حاجه هيموليسيس ايه الكونترا انديكيشن قول يا كابتن ايه الكونترا انديكيشن لريبا فايرين في مرض ما ادهوش نهائي ما حضرش برافو عليك اللي هو رينال فيليا رينال فيليا بص احنا بقى ايه بقى يبقى ايه الغرض من الامتحان ده ادينا بنتعلم زي ما بيقولوا بس بص انا بعمل لك لمؤاخذه فوكس فوكس على كل باراجراف اخد بالي من ايه؟ مش هقعد اذاكر زي الاهبل. يعني تقعد انت تذاكر زي المحرات وانا اروح كاتشك نفسك ما بتقولش. انت عملت بس غيره وخلاص. وليست الكل. ايه دي الصفحه يا استاذ كابتن ده فاهمني؟ طبعا انت بقى ايه؟ انت بتذاكر كله مصبره. بتذاكر كل حاجه بس تقول ايه؟ طب بص بص طب ايه زي الحلو؟ باقي عايزني بقرا عمال اقرا وانا فاهم بس في حتت لازم ابقى حديد فيها الكلام ده الورقه دي يعني اكتب فيه قلنا المربع اللي فوق ده للناس اللي ايه اللي هو ممتاز او فوق الممتاز طيب نيجي بقى في السيروسز السيروسز ايه اللي بصفحه كده ده اللي بيجي كده في حاجه اسمها شايلد لازم ليه ما تسألش؟ انت ما تسألش واحد سألني اقول لي الاول قبل ما اقول تشارد كلاسيفيكيشن لو جيت قلت لك سؤال واحد عنده ليفر سيروزز وانا عايز اعمل له فولو اب تعمل له فولو اب ايه؟ بالايه؟ فولو اب ماشي سيرم قال ولا وايه تاني؟ اللي لوج وايه تاني؟ جميل بس في حاجه مهمه انا طالبها يقول لك كويس كويس بس في حاجه مهمه وانا بتابعه ليه؟ خايف من ايه؟ خايف من الهيباتوما عارفها بايه؟ الفا فيتو بروتين بالزهار الفا فيتو طبعا هو الدور الدور بيعمل ايه؟ مش بيتابع الدور بس هو زي ما انت بتقول كده تبع كله وتشوف الانسجام في الضغط ايه والقلوب اللي عامل ايه القلب مش عارف ايه بس ما تنساش الفا فيتو بروتين الصناعي
عشان لو قفشت هيباتوما بدري اكتر ايه هتبقى. نعم ستة أكتر من ستة جيل هي فول نورمال يعني هو المرسوم من تايم 13 ثانية ضيف عليهم أربعة يعني زاد أكتر من أربعة سكن فاهم معنى ولا لا؟ يعني فوق أربعة يعني فوق 17 فوق كام ولا إيه؟ فهمت حسين؟ كده أوكي ولا إيه؟ ده مين يا ولاد القصر؟ وبس هو افتكر بس هو عنده حق يسأل كده إيه؟ انا قلت لكم ان الرسوم بتاعت الثواني اللي مكتوبه دي اللي هي ابط النورمال يعني اقياس الثواني اللي هي ابط النورمال معلش اسف الكلام مش موضحه قوي على الحال ايه سكند برولونج فوق النورمال يعني هذا هو عشان اللي كاتب الكتب ايه الكتاب وانا هجيب منين يا حسين طب قول لي بقى انت مش لازم تسمعني للتشايلد كلاسيفيكيشن انا بس عايز تقول لي حاجه يعني كده يعني على الماشي يعني قول لي تشايلد A و B و C بناء على ايه التقسيمه معموله على قول لي مفردات التقسيم سيرم بالروبين سيرم البومين والبروسوم بالتايم وجود الانكفالوباسي من عدمها وجود الاسايتس يبقى انت ما واحد يتصل بيك بالتليفون يا دكتور ابويا عنده تليف في الكبد هتقول له ايه بطنه يا ابني ورمه فيها ميه لا عنده انكفالوباسي وعيه كده كويس نوعه كويس جدا طب البلور من اخباره ايه معقول بص انا بتكلم بلدي خالص اهو السيرم البومين والله مش بطال برسوم التايم حلو يبقى الراجل ده ايه ده تشايلد ايه يعني كويس تشايلد بي نص ونص تشايلد سي زفت يبقى اول ما انا تشايلد بي اسف اول ما اخش في تشايلد سي عايز تخلص ليفر ترانسبلانت مش عارف بقى يعني انا بجيبك من الاخر عايز تخلص اسمع مش عارف ماشي يا شباب العمليات الجراحيه لو حد من دول هتعملوا عمليات جراحيه يا ابني لو تشايلد ايه نعمل وتقطع على الله تشايلد بي هبقى الان تشايلد سي ما تجيش جنبه لاحسن يفصل في ايديك وهكذا يعني بس انت تقول لا طب ما في سؤال طب هو تشايلد سي يخش يعمل عمليه ليفر ترانسبلانتيشن مش ضروري يعني اذا النهارده عايز اقول كلمه هامه جدا بص يا دكتور نو كونترا انديكيشن للانستيزيا الطب تقدم في عيان بيبقى ايه بيموت بتعمل عمليه بس كل ما هناك بتعمل ايه بتاخد كونسنت من الاهل بس احنا خدنا دي مخصوص بس طب منه ايه النوش طيب نقف بقى يلا نكمل احنا بقى ايه مش لازم خلاص لان بس في ناس اعتقد ما تعملوش كل الناس اتسالت ذاكروا بقى خد عندكم ده هبتدي اعمل بقى حركات نص الكم هبتدي ايه وانا قاعد كده اروح ناقش واحد سؤال هبتدي انا بقى شكلي اوسع نيجي بقى نقول يا سيدي نقول الهيموكروماتوزيس قلنا بالبلدي ان في ايه اكسسيف اير ابسوربشن اكسسيف اير ابسوربشن منين؟ من الانتسام يعني العيب فين يا ولا؟ كان يقول لنا طول عمرهم بص الكلمه دي يقول لك العيب مش من الليبر ده العيب من ايه؟ من الانتستين مالها الانتستين؟ بتاخد ايرن ابسوربشن كتير بس ريسنتلي طلع ماده عجيبه بتطلع من الليبر اسمها هيبسيدين
اسمها ايه؟ هيبسيدين. الهيبسيدين ده اللي هو في المربع بيقول لك ايه؟ ان ده ماده في الليبر بتطلع بتعمل ايه؟ بتحد من الاير ابسوربشن الانتستين. يعني الهيبسيدين ده بيخلي الحديد يبقى ابسورب من الانتستين ايه؟ بطريقه بسيطه. يعني ده بيحل. فالهيبسيدين اللي بيبقى مش موجود يبقى ده هيساعد ان الانتستين برضه تعمل ايه؟ اكسسيف اير. يبقى على ما يبدو ان في علاقه برضه ما بين الليبر نفسه وكده. طب قلنا الحديد لما بيمتص في الدم كتير يا اولاد بيحصل ايه؟ بتلاقي الاير بيبتدي يحصل له ايه بقى؟ الاير بيبتدي يترسب في اورجانز عديده، بيترسب في الليبر يعمل ليبر سيروسس، بيترسب في البنكرياس يعمل دايابيتس، بيترسب في السكين يعمل برونز كلر او جريش كلر او هايبر بيجمنتيشن. لان الحديد بيعمل ايه يا اولاد؟ بيستيميوليت الميلانوسايت. وبيعمل ايه كمان يا اولاد؟ بيعمل كمان حاجه مهمه جدا اللي هي احنا قلنا البنكرياس دايابيتس ويبقى ايه؟ برونز دايابيتس. يعني ادي حاجات مهمه. والقلب بيعمل ايه؟ بيعمل كارديومايوباسي. وطبعا قلنا التعليق ان القلب لما يترصد في حديد نقول القلب بقى حديد. لا، القلب الحديد ده قلب ضعيف وليس قوي زي ما يعني يقول لك انا قلبي حديد، يقول له قلبك حديد يبقى فيه كارديومايوباسي. وقلنا في الانفستيجيشن، تعالى بقى في الانفستيجيشن. احنا طبعا فاكرين حاجه كده ايام زمان بس مش هنتكلم فيها بتفصيل النهارده. بص يا اولاد، ده هنا الترانسفيرين. فاكرين الترانسفيرين؟ كان يقولوا لنا الترانسفيرين تلتو ايرون والتلتين التلتين ايه؟ اسمه ايرون بايندينج كاباسيتي. يعني دايما نقول ايه؟ دايما نقول الترانسفيرين تلتو ايرون والسبيس ده اسمه ايرون بايندينج كاباسيتي اللي هو التلتين. حلو كده؟ فلما اجي اقيس الايرون يا ولاد، لما اجي اقيس الايرون انا بقيس مش ايرون فري في الدم، انا بقيس ايرون اللي هو بيتشال على الترانسفير. طب والايرون بايندينج كاباسيتي اللي هو الايه؟ اللي هو الحراره. يبقى ماذا تتوقع؟ طب ليه حاجه اسمها يا دكتور؟ بص، ترانسفيرين ساتوريشن. يعني هنا الترانسفيرين ساتوريشن يطلع كام في المية؟ 33. يعني يطلع 30%، 33%. عشان كده تلاقي دايما التحليل بص يكتب لك اير، اير بايندينج كاباسيتي مع الترانسفيرين ساتوريشن. طب انت عايز يعني هنا ايه الحاجه الموست اكيوريت في الثلاثه؟ شاور على ترانسفيرين ساتوريشن. لان دلوقتي بقوا في اجهزه وحاجات تحاليل مواد معينه يقول لك انا ممكن اجيب لك ترانسفيرين ساتوريشن على طول، مش لازم اعمل لك الاير والاير بايندينج كاباسيتي. فبيجي يقول لك تحب تقيس الاير ولا تقيس الكباسيتي ولا تقيس حاجه اسمها الفريتين؟ عارفين الفريتين ده؟ هنعرف بقى في الهيماتولوجي. الفريتين ده بيرفلكت الاير ستورز. طبعا بيتقال للراجل ده الفريتين عنده هيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ عادي. طب في حد يقول لي في حاجه ثانيه ممكن تزود الفريتين غير ان هو في اير اوفرلود؟ معلومه عامه كده. الفريتين يزيد مع الهيموليسيس؟ لا، اخي العزيز، اللي عنده كرونيك هيموليسيس عنده فعلا ايرون اوفرلود. اللي عنده فعلا برضه هي ايرون اوفرلود. يبقى الكتاب حط كده شك على شمال سيادتك. الفريتين يعتبر فيز رياكتنت. فيز رياكتنت زي مين؟ زي السي رياكتنت بروتين. عارفين السي رياكتنت بروتين؟ فيز رياكتنت. يعني ايه فيز رياكتنت؟ يعني انت لو انت عندك خراج، لو عندك التهاب، لو عندك اي التهاب في جسمك تلاقي السي ار بي يعلى وتلاقي معاه الفريتين يعلى كده. اذا هنا الفريتين هنا اصبح ما بقاش
جود انديكيتور للايه الايرن ستورز. يبقى ليه بيقول لك لو عايز تعرف اخبار الايرن عالي ولا مش عالي في الجسم تختار مين بقى؟ اتفقنا ترانس فيرن ساتوريشن ادي التحاليل اللي انا بقول عليها. لكن طبعا ممكن عندك تحليلات اخرى مكتوبه ايه هي التحاليل الثانيه. ممكن اعمل بايوبسي من الليفر بس ليه ممكن احنا ما بنحبش بقى ايه يعني العالم عمال يحاول يعني يقول لك البايوبسي في الليفر احنا ممكن ايه يعني انا شايف الراجل بص ايه الراجل عنده ليفر سيروز ايه رايك عنده ليفر سيروز وعنده الايرون بروفايل عالي جدا خلاص هيقول ايه بعدين انا برضه بقعد انمش طب هو عنده هيباتايت سي نيجاتيف هيباتايت بي نيجاتيف الاوتو اميون ماركرز نيجاتيف طب مين اللي عمل الليفر سيروز يبقى هو ده اسباب الليفر سيروز ايه معروف فاهمين كلامي فانا اي كان اكسكلود الحاجات الثانيه ماركرز كتيره ولما الاقي كله متصابق في العيان ان في تيشو ان في الايرون واضح عالي يبقى هو ده اللي عامل المشكله فاهمين ولا لا اوكي الرنين بقى والسيت سكان بيعمل يعني انت ممكن في تعمل سي تي او ام ار اي يقول لك في ايرون اوفرلود في الليفر شوف ده ازاي والبايوبسي طبعا زي ما قلنا نيجي بقى نبص على حد العلاج بس قبل ما اقول العلاج في معلومتين عايز اعرفها خلي بالك اولا الموتة بتاعة الراجل ده بتيجي من حاجتين انا الجد مين يقول يقول دي بيموت من ايه من ايه كاردو مايوبس ايه تاني وهيماتوما وجود الحديد في الكبد بيعمل هيماتوما حاجه غريبه طب اسال سؤال بقى كده فني اسال سؤال فني قول لي يا دكتور الحديد لما يبقى فيه تيشو اوفرلود بالايرون لما الاقي فيه تيشو اوفرلود بالايرون لما التيشو اوفرلود بالايرون عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ ان انا عايز بقى ايه؟ اقلل التيشو اوفرلود ده ايه افضل طريقة ان الانسان يفقد عيار عشان يفقد حديد ازاي من الجسم عارفين الطريقة الوحيدة الوحيد طبعا انتوا خدتوا في الانفاس كانت ديسفران ديسفرونسيف هذا عيار من كليتو صح بس ايه طريقة تانية يقول النزيف كل ما الانسان ينزف تفقد حديد بس انا احنا ينزف بطريقة ميديكال ما هي الطريقة الميديكال في دي سيكشن يعني ايه ديسكشن اللي هو كانه بيتبرع بالدم ما انت بتروح تتبرع بالدم ده اسمه يا حبيبي ديسكشن طب السؤال بقى هنا في حسبه عندك مكتوبه فوق بيقول لك ايه بقى شوف الحسبه يقول لك كل 500 ملي لتر من الاير مش انت اتبرعته بالدم ولا لا اه لسه بتتبرع يا دكتور في حياتك مره مرتين خد عندك دم يعني يعني انت شايف المستشفى وشايف الناس عامل ازاي واطفال وعيال وانت والعربيات بتجيلكوا هنا في الجامعه وانت قاعد بتنظم مش صح اتبرع عشان تاخد عصير مش يديك عصير انا مش جاي اتبرع على فكره عايز عصير يعني ايه ده الجمهور اتبرع ال 500 سم خلي بالك بقى ال 500 سم اللي هو خدهم منك خلي بالك ال 500 سم اللي هو خدهم منك دول فيهم 250 ملي جرام ايرون تخيل يا دكتور ال 500 سم فيهم 250 ملي جرام ايرون تخيل طب اسال سؤال مين فيكم يقول لي المعلومه اللي خدناها في الفيسيولوجي والبايوكيمستري زمان جسم الانسان الهضم في كم جرام ايرون كلك على بعض بص الجسم من فوق بص الجسم من قدام كل ده في ايرون قد ايه؟ في كم ده دي معلومه لما اخويا زي 5 جرام 5 جرام 5000 ملي جرام 5 جرام حتى كنا دايما نقول جمله كده فكرت بجمله يقول لك جسم الانسان يحتوي على حديد يكفي
لصناع مسمار صغير. يعني جسمك ده كله كده الحديد اللي فيه كله كده اللي هو كيعمل لي مسمار قد ايه؟ عشان بقى متذاكر هذا. طب مريض يجيبه كرماتوزيس يبقى فيه ايرون في جسمه قد ايه؟ في ايرون في جسمه قد ايه؟ عارف يوصل كام؟ 60 جرام. 60 جرام. طيب عايزين نحسب بقى الحسبه. يا خبر ده المفروض ابقى 5 جرام. انا دلوقتي اللي القصه كلها 60 جرام في جسمي عايز اشيلهم. فانا هقول يعني عشان ابقى حنين انا عايز اشيل دلوقتي وصل 40 جرام حديد. عايز اشيلهم. طب كيس الدم اللي انا خدته منك اللي اسمه 1 يونت التبرع من الدم، كيس الدم ده فيه كام؟ فيه كام؟ ربع جرام اللي هو 250 جرام، ربع جرام. يبقى انا عشان اشيل 40 جرام يبقى انا عايز اخد منك كام كيس؟ كاس الحزب كام كيس؟ 160 يونت، عايز اشيل منك 160 يونت. التبرع من الدم في المره الواحده بيشيل ربع جرام. عندي 40 جرام يبقى عايز اشيل 160 يونت منك. هشيلهم منك على مدى حوالي سنتين. على مدى سنتين. يعني كل اسبوع اسبوعين هتجيلي تتبرع بالدم. انا باخد الدم على فكره بتاعك مش هرميه، انا هديه واحد برضه. مش هيبوظ. لان دمك مش هيغلط. فاهم ازاي؟ فالراجل هيعمل كده. دي اول طريقه في العلاج في انسكشن. طبعا انت تقول يا خبر كل اسبوع، فانت تكتب كل اسبوع الى اسبوعين. بس في نقطه ما انا بتابعه يا ابني، هتقولي بس ده ما عندوش مشكله على فكره ما بيحصلش مشاكل. لكن في ناس تانيه يا دكتور بص انت بص انت اول ما تشيل كيس دم منك كده اهو في نفس اليوم تلاقي الكون مره طب 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 عمره ما طلع لك غيره. شوف عارف يعني حاجه حلوه يعني مش هيك مش بيصنع. في ناس بيبقوا كرونيك دونالدز. سمعتوا كده ولا لا؟ يعني في ناس بيبقى اللي هو 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 فقير قوي وغلبان والواد عايز. بس هو طبعا اللي بيعمل كده بيبقى مش عشان هو غلبان، هو عايز هو ادكت. فهو بيعرف ان هو لو راح اتبرع بدمه في حته بس بيروح بقى حته برايفت وياخد فلوس بقى. يقول لك انا الكيس ب 200 جنيه. عايز مني يونت ب 200 جنيه. يفوت 10 ايام كل 10 ايام يروح يعمل كده عشان يتحصل على فلوس. فلوس اسمهم كرونيك دونرز. هو كيفني كده. طب خلاص ما ده كانه دونر. بس انت هتتابعه بقى. المفروض البوم مارو يسد. لما البوم مارو ما يسدش يعني انا بتابعه ايه ده الهيموجلوبين وتري قوي الايام دي. طب بص هنوقف شويه وبعدين نرجع تو ريستارت. انا صحيح يبقى لابد ايه من طب انا فرضنا العيان كانوت توليريت خالص الايام دي دي سكشن. يبقى البديل هنا عندي سلاح ديسبرال. عندي ايه؟ ديسبرال. بس هو ده العلاج. شوف قد ايه كده. فانت ما تندهش من ارقام الفي سكشن. في بقى عندك اللي هو ايه؟ اللي هو سبورتيف وسيمبتوماتيك. سبورتيف اللي هو ايه بقى؟ يعني اي جي سيلينري. هو ايه سبورتيف؟ سيلينري. والانتي اوكسيدنت. الكلام الجميل ده اهو تمام. سيمتوماتيك بقى في دايابيتس خد انسولين، الجونادز خد الهرمونات، مش عارف ايه خد يعني ريبليسمنت كلام فارغ. في الاخر بقى دكتور اكتب لي معلومه برضه الفولو اب هنا تبقى مهم برضه. اوعى تنسى الالفا فيتو بروتين والثمار لان الراجل ده عنده هاي ريسك اللي ايه؟ طبعا هتموته. واطمن على قلبه، شوف قلبه ماله عشان قلبه ما يريحش. بس يروح جاي طالع لك واحد فقعك سؤال. خلي بالك واحد ايه؟ يروح فقعك سؤال. يقول لك لا قول لي بقى هي البرايمري هيموكروماتوزز اللي احنا اسمها برايمر. في حاجه اسمها سكند. انتوا خدتوها فين؟ بس السكند دي حتى ساعات يسموها اسم كده هيموسيدروسيس. فساعات واحد يقول لك هو ايه الفرق بين لفظ هيموكروماتوزيس و
وهيموسيدروسيس. قلت له ايه الهيموكروموتوز ده؟ هو اللي احنا درسناه دلوقتي خلاص عشان نشط نوع انهيريتد. وان هو ان هو ان الهيموسيدروس ده حاجه اكواير، اللي هي مين اللي انتوا قلتوها من شويه، مين اللي بيجي له اكواير اير اوفرلود؟ مين الهيمولات انيميا؟ مش في سؤال يقول لك ايه؟ بص يقول لك انيميا ويز اير اوفرلود الهيمولات. ده سؤال بيسالوه انيميا ويز اير اوفرلود الهيمولات. ما هو ليه بالذات مين؟ بالذات مين؟ مين الهيمولتيك انيميا العنيفه التي تحتاج دائما لبلاد ترانسفيوجن ثلاثيميا؟ فالواد يفضل يترقع، فتلاقي الواد ايه يجي له ايه؟ سكن هيموكروماتوزيس او اسمها هيموسيدروس. طبعا دي اكوار. الفرق ايه في التيشو انجري؟ ان الهيموكروماتوزيس اشد. ليه؟ لان الاير بيترسب مينلي في البرينك. الاير بيترسب مينلي في البرينك. لكن عارف انت التاج الاير اللي بيترسب فين في الهيموسيدروس يا اولاد؟ في الريتيكولوسيلر سيستم بتاع الاورجان. فبالتالي تلاقي مدى التيشو انجري يعني او تاثر الحاجه اكتر في البرايمري رذر سيل سكن. الرنين بقى بيعرف معلومه جميله قوي، يقول لك البنكرياس عاده بيتاثر في البرايمري وليس السكن. عشان كده يقول لك لو عملت رنين ولقيت البنكرياس افكتد ومليان حديد ده شكله هيطلع برايم، شكله هيطلع ايه؟ برايم. اوكي؟ انتوا كتبتوا البروبلم بتاع التدريب طبعا بس مش كده؟ عشان انا المره اللي فاتت ادي الاير. ناخد بقى الكفر بسيطه بقى لحد في سؤال ريتد يجي يقول لك ايه؟ كلمت عن الاير والكفر اوفر. الكفر اللي هو الويلسون اللي هو مين يا جميل؟ الويلسون. فبالراحة كده عشان ما تتعبش خليك بس معايا، سيبك من الكتاب ده، خليك بس معايا، خليك معايا. دلوقتي احنا بناكل الكفر في الاكل، الاكل يعني في اكل كتير مليان كفر، اصل ده تريس حاجه تعتبر من التريس اليمنت. فانا باكل اكلي فيه كم كفر؟ الكفر بيروح فين؟ على الاستومك انتستد وابسوربت. هيروح فين في الاخر؟ الليفر. فهو ما يخش الليفر، مين بقى قاعد جوه الليفر؟ في حاجه كده اسمها السيريولوبلازمين. يروح السيريولوبلازمين ده اللي هو بيسموه ايه بقى؟ الكبر بايندينج جلوبلين. مين الايرن بايندينج جلوبلين؟ ترانسفير. طب مين الكبر بايندينج جلوبلين؟ سيريولوبلازمين. يروح السيريولوبلازمين ايه؟ incorporated مع الكبر جوه الليفر، ويروح واخد الكبر خارج من الليفر ويمشي ايه في السيركوليشن. ما هو ده، ما هو الشباب اهو، ما هو الحديد، وانت فاكر الحديد ده كده ماشي كده فري؟ لا، لازم يبقى ايه؟ ماشي ماسك في ترانس فري. وناخد القصه دي كامله في الهيماتولوجي، هقول لك قصته كامله، حاجه اسمها الايرون كاينتكس عشان تبقى فاهم. لكن الكبر مش ماشي برضه فري، لا، الكبر ماسك في السيريولوبلازمين. يبقى الكبر اكلته ابسورب راح للليفر، راح السيريولوبلازمين قال له تعالى، راح واخده وطالع بيه في الدم ويروح بقى للتيشوز اللي محتاجه كبر. طب ايه القضيه؟ لسه بقى. طب الكبر بيخرج ازاي من الجسم؟ يخرج ازاي؟ الكبر الزياده في جسمك الليفر بيروح واخده ويروح منزله في البايل. انا اكلت بقى الكفر، فالكفر كتير قاعد كتير فين؟ في الليبر. فالليبر يبتدي ينزله في البايل، والحبه اللي انا عايزهم سيروبلازمين ياخدهم ويروح على السيرال ويلف بقى يدي الكيشو اللي عايزه. طب فين الفكر هنا؟ ليه الكفر عمل اوفرلود على الليفر واجزاء اخرى؟ قال لك العيب الرئيسي في الكبر اكسكريشن في البايل. الليفر مش عارف ينزل الكبر في مين؟ في البايل. يوم الكبر يقعد على قلب الليفر، صح؟ يوم يحصل ليفر اوفرلود
بالقبض. صح كده ولا لا؟ يبقى مين يقول لك ما هو الديفكت هنا؟ اقول له ديفكت في الفايل اكسكيوشن بالقبض. شوف خطوته فايل اكسكيوشن بالقبض ده الديفكت. طب في ديفكت تاني بقى انت تيجي تقول لي طب يا دكتور انا كده مقتنع بكلامك ان القضيه الديفكت في البايل اكسكريشن منين؟ من الليفر. فيقوم الكفر يقعد على قلب الليفر. طب ليه الكفر بيتصب في تيشوز ثانيه؟ يقول لك لان في عيب تاني في السيروبلازمين. السيروبلازمين ساعات بيبقى قليل، خليك بس معايا كده. يبقى انا دلوقتي لما يجي السيروبلازمين يمسك الكفر، السيروبلازمين لما يمسك الكفر ويمشي في الدم فيها ميزه. ايه الميزه؟ ان الكفر يروح للاماكن المعنيه اللي محتاجه الكفر. لكن لو السيروبلازمين بقى قليل في كفر هيمشي فري في الدم، يبقى غلط، يوم يترسب في اماكن غلط. ركزوا معايا عشان الشكل بتاعك خلاك يا دكتور. اصل الميديسن زي الجراحه، الميديسن في عمق، والعمق ده لو انت فهمته هتلاقي العمليه فيري ايزي، وهتقول من دماغك الصبح بعد كده هتالف ميديسن. اصل انا فهمت انا اقدر الف المفهوم واكتبه كمان. الجراحه هتلاقي مشكله، الجراحه تبقى يعني الدبس مش كبير بس بيبقى فيها عيب ان هي عايزه تتحفظ. عارفين كده ولا مش فاهمين الحكايه دي؟ دي حاجه عشان تفهمين. يبقى الكفر كلناه في الدايت راح ابسوربت من الديسك، راح فين؟ مطرود عليه؟ الليفر. راح للليفر. طب الليفر مين في الليفر بيستني الكفر؟ سيلول بلازمين. مين السيلول بلازمين؟ كفر باين جلوبين. يروح وقته لافف في الدم ويوديه للتيشوز المطلوب. طيب ايه العيب في مرض ويلسون؟ على فكره نسيت اقول ان الكفر بيكسكريت بقى في الليفر عن طريق ايه؟ عن طريق البايل. طب ايه العيب بقى في ويلسون؟ ايه العيب اللي في ويلسون؟ انه نمبر 1 في ديفكت في الاكسكريشن. نمبر 1 في ديفكت في الاكسكريشن. يبقى الكفر مش هيخرج من البايل، يبقى يقعد على قلب الكبد. يعمل ليفر اوفرلود. العيب الثاني سيرولوبلازمين ممكن يقل. لو قل سيرولوبلازمين هيبتدي الكفر هيبقى فري شويه منه في الدم، فيترسب بقى في البيزا الجانجليا ويترسب في الكورنيا ويعمل مشاكل اخرى اكسترا هيماتيك. عشان كده هنا الويلسون ده ده بروبلم سولفنج. طبعا هو كمان بروبلم على طول. يبقى مسألة ليفر وشوية بيزا الجانجليا وحاجات نيوروج. تعالى بقى نشوف ايه المين برزنتيشن بتاع الويلسون. الويلسون بيعمل حاجة غريبة. لما الليفل بتاع الكبر يعلى في يعني لما الكبر يعلى جوه الليفر أحيانا في ايبيسودز كده تلاقي مره واحده مش عارف ليه الكفر عيني في الليفر من الايام، يروح عامل لك اكيوت هيباتايتس بالظبط. انا تعبان، انا همدان، تعملوا انفستيجيشن، الله الترانسامينيز عاليه. عمري افكر في ايه؟ فايرال. فاعمل فايرال ماركرز نيجاتيف، اوتوميون ماركرز نيجاتيف، ابتدي ادور بقى على الايرون مفيش حاجه. كفر فيه. شوف مثلا عشان كده مكتوب مربع عندك رمادي جميل بيقول لك young person with recovered hepatitis negative viral markers negative autoimmune marker you must suspect Wilson. خلف الحرب. يقول لك يا دكتور على فكره انا كان دايما يجي لي الانسانات تعلى ويقولوا لي انت عندك التهاب في الكبد. الحكايه دي كانت بتتكرر عليها كل سنتين او ثلاثه. وبعدين في الاخر وقع في واحد بيفهم قعد يدور قعد يدور لحد ما عرف هو ايه؟ لو ده اتساب هيبقى
هيبتدي يحصل ايه؟ سيروزس الليفر. طب وايه تاني؟ يروح الكفر في البيزا الجانجليا ويعمل لك ايه؟ انفولنتري موفمنت. واكتب على سبيل المثال شوفها مكتوبه باركنسونيزم، مكتوبه مش مكتوبه باركنسونيزم، اكتب بقى باركنسونيزم. يبقى حلاوه البروبلم ان يجيب لك مساله باركنسونيزم ومعاها ايه؟ ومعاها ايه؟ ويلسون. خلي بالك مرض ويلسون والهيموكروماتوزيس كلاهما كلاهما ايه؟ اوتوسومال ريسيسيف. اوتوسومال ريسيسيف يعني جواز القرايب يجيبهم. يعني ايه اوتوسومال ريسيسيف؟ يعني لو اثنين قرايب ممكن الواحد يجي له ويلسون او يجي له هيموكروماتوزيس. عشان كده اي ناس اقارب هيتجوزوا انت تقول لهم ايه؟ مجرد يروح في تخصص في الاطفال اسمه الوراثه. يروح في ناس بتبقى اساميها معروفه كده للوراثه عندنا وفي القاهره، كل روح للدكتور فلان او الدكتوره فلان ويعملوا كده. هي بتعمل لهم كده زي مابنج للعيله بطريقه معينه وتقول لهم انتوا هاي ريسك ولا لا. طلع هاي ريسك يستحسن بلاش لا ده احنا مرتبطين جامد وما نقدرش نعيش من خلاص اتنايل وجوزه وتحصل او تحصل معاك. لكن يستحسن بعد كده ايه؟ بلاش بلاش. بسبب الاقارب بقى اللي هو ابن عمي وابن خالتي زي دي بتبقى مش لطيفه. بس مش معناها ان انا بفرش الموضوع. ايه كمان؟ في بتاع اسمها كايسر فلايشر برينك بتاعت الاخراج اللي عند الكورنيوس كليرال جنكشن. بتلاقي فين بقى؟ عارف مكانها فين؟ هنا كده اهو. بتبقى هنا كده في الابر بريفرنس بتبان بالسليت لان لازم السليت لان. فاكر لما تشك في المرض ده حتى في مره ساعات يقول لك ايه؟ حاله كيد كيد كيد. فانت شاكك في مرض ويلسون تحب تبعت لمين من التخصصات الاتيه عشان يساعدك في التشخيص؟ الراجل تبدا يعني اوفسر نولج. هتطلب منه ايه؟ سليت لام. قول له لو سمحت اعمل لي سليت لام شوف لي الكفر. هيقول لك اه هو عارف لان هو بيترسم الكفر في الديسك ممبرين بتاع القرنيه. فاكرين الحاجات دي؟ يبقى البروبلم هتيجي ازاي؟ واحد عنده ليفر ديزيز وانفولنتري موفمنت. بص بقى له حملات زي ما بقول لك ايه؟ وبعتناه لطبيب الرمد اللي عرف التشخيص. البروبلم كان عندنا من المنظر ده اكتر من مره. اكتب يا حبيبي البروبلم معلش عشان اسال. بلغوا الناس ان الدكتور زفت وسام زفت الدين بيدي وان جروب فقط حاليا ومفيش اي حاجه خالص من اللي بتتقال. بس شفاني عشان الناس دي ممكن يقعد يدي فيه ويروح هناك ويستنى وبعدين يروح لابس خازوق بعد كده. احنا قاعدين في مكان عشان واضح ان في ناس بتقعد تلعب كده والكلام مش حلو. حاجه غريبه يا اخي. اكتب ابني مريض عنده ليفر ديزيز سواء بقى يكتب افتح قوس يقول لك سيروزز او يقول لك الليفر انزيمز عاليه. انتوا خلصتوا الجماعه اللي هو في الكلينيكا خلصتوا الليفر الكارديولوجي ولا لسه؟ شوف يبقى احنا ايه نكون خلصنا الليفر ونخش مع الكارديولوجي. يبقى انت عندك ايه؟ بانك اناون. فاهمين احنا بنهدف ايه؟ انا شغال كده بقالي 25 سنه ما بغيرش. لازم الليفر يبقى للاسف وانا عارف عشان نتكلم عن كارديولوجي عارف انا بتنادي بقول ايه؟ بس ولا احنا وبتاع كلينيكا نفضل نفهم لك في السيمتومز نفضل نفهم لك في الهارد ساوندز يطلع ايه ابونا احنا الاثنين؟ ولا انتوا مش فاهمين بقى قول ايه؟ الليفر بيبتدي بيه لانه ملوش اي كلينيكال باك جراوند. فاهم؟ اه
اللي بتاخد شيت الابدومين مش مهم، هو الليفر مش محتاج باك جراوند. مين بقى ربنا يصبرنا جميعا. يبقى هنقول ايه بقى البروبلم؟ وبعدين البيشنت ديفلوب انفولنتري موفمنت. المريض ايه؟ ديفلوب انفولنتري موفمنت. وبعدين تروح كاتب وطبيب الاوفثالمومسي كلينش ذا دياجنوزس. طبعا هو بيكتبها بقى ايه؟ باخراج. وراح وعمل وسوى وطبيب الرمض بص بصه عارف مش عارف ايه، فيجي يقول لك طب هو طبيب الرمض لقى ايه؟ هتقول له لقى ايه؟ لقى اللي بالي بالك بقى مش عرفني لقى ايه؟ لقى كذا. طب جابها ازاي؟ بالسليب لام عشان يشوفك انت واخد بالك ولا لا. طب وايه الانفولنتري موفمنت؟ سببها ايه؟ بزنجانج. طيب نيجي بقى نشوف حاجه غريبه جدا. الكبر بقى يا اولاد لما بقى فري في الدم، مش احنا قلنا السيلول والبلازمين ايه؟ قليل شويه. فالكفر بقى ايه؟ فري في الدم. الكفر بقى فري في الدم. الكفر بقى ايه؟ بقى فري في الدم. يقوم يعمل ايه بقى يبقى فري في الدم؟ بص ينزل في اليورين. فيبتدي يعمل تيوبلر انجري. يبتدي يعمل ايه؟ تيوبلر انجري. انتوا عايزين تفوت فيه؟ تفوت عليه؟ تيوبلر انجري. تمام كده؟ يبقى بص بقى لما يعمل تيوبلر انجري ماذا يحدث؟ خلاك عشان اسالكوا سؤال دلوقتي، لو ما جبتوش هتضربوا. الكبر نازل في ايه يا اولاد؟ الكبر فري في الدم. فعمال يترص في الاورجن. حتى بقى لو احنا نازلين في البول بقى كتير. الحركة دي بتبوظ التيوبيول، التيوبيول تبوظ وتنزل بقى جلوكوز وامينو اسيد، امينو اسيدوريا وجلوكوزوريا. حط لي دايرة على كلمة جلوكوزوريا. عايز حد يقول لي هل الهيموكوماتوزيس بيعمل جلوكوزوريا ولا لا؟ الهيموكوماتوزيس اللي فات بيعمل جلوكوزوريا ولا ما بيعملش؟ إجابة يعمل عشان الديابيتس ميليتس. مش العين عنده ديابيتس يا حبيبي. طب والويلسون يعمل؟ بس تيوبلر ديفكتس، هو مش دايابيتك. لما الكبر رقع التيوبيول راح منزل الايه؟ الجلوكوز. اصحى. طب في كمان عامله سود مرض ويلسون يا اخي. كبرت في الذين الفريدة اهو. بص نعمل ايه؟ هيموليسيس وارنس. يعني هيموليسيس وارنس. فيجي بقى في البوست الام سي كيو يقول لك بص وان اوف ذا فولوينج ديزيز ممكن يؤدي الى هيموليسيس. مش هيحط بقى الامراض الكوما اللي هو هيحط امراض كده وهيحط بقى ويلسون فور او ايه او بلاش. يجي يقول لك ايه؟ سلاسين بتعمل هيموليسيس، سيكل سيل بتعمل مش عارف ايه بيعمل، ويلسون بيعمل هيمو كروماتوزيس ما بيعملش، يبقى اكسب هيمو كروماتوزيس. انت ما تبقى لازم تقول ويلسون بيعمل ده. ده بيعمل. شفنا ازاي؟ ادي القصه. ادي الانفستيجيشن. الكبر قولوا لي بقى الكبر اخباره ايه في الدم؟ هو بيقول ان الكبر لما بيبقى فري بيبقى انجوريوس على التيشوز وعلى الاركسي. السؤال ليكم، هو الكبر قلنا اخباره ايه في الدم؟ فري فري، وبعدين بينزل في البول، صح ولا لا؟ يبقى لما بيقول لك الكبر اخباره ايه في الدم تروح قايل له ايه؟ تقول له خلي بالك لو في الدم. ليه؟ لانه نزل في البول، يبقى لو في البلاد هاي في اليورين. في ناس فاهمين بقى غلط، هو مش فاهم الموضوع ماشي ازاي. فتيجي تقول له اخبار الكبر ليفل ايه في مرض ويلسون؟ فيقول لك هاي، قول له لا لو. لان هو القصه ان هو بقى فري في البلاد عشان سيريولو بلازمين قليل فقل في الدم فبقى هاي في اليورين. فاهمين الفكره؟ لكن هيموكروماتوزيس وات اباوت ايرون في البلاد؟ هاي. خلي بالك عشان
عشان كده دايما هم يحبوا قوي السؤالي والجزئيه ده هو يقول لك ايه كفر وايرن اوفرلود ممكن يجيب سؤالين ورا بعض كده على فكره او يبقى سؤال واحد بعد ما تطلبش تيك بيكتشر يقول لك قول الانفستيجيشن اوف الكفر والايرن اوفرلود مش فاكر تقول ايه هتلاقي عادي تقول الكفر عادي لا مش عادي فاهمين ولا سيلولوبلازمين احيانا بيقل انتوا مش فاهمين ولا فاهمين الاير لازم يبقى كروز ريزنس الكفر الليفل بتاعه هو ما بيتغيرش القضيه ان السيروم لازمين قل فالكفر بقى فري في الدم فغصب عنه يروح نازل في البول يقوم يقل في البلط يقوم يزيد في البول لكن في النورمال بيرسون طالما السيروم لازمين ماسك الكفر ما ينزلش في البول مش الكلوب اللي دي ربنا خليها ليه كارير بروتين عشان يوزع الحاجات الى التيشو وما يخليهاش تنزل في البول يعني كده لا لما السيروم بلازمين يبقى مش موجود يبقى الكفر فري يبقى الكفر هيغص في التيشو يبقى الكفر تقيسه ايه؟ طبعا امال ايه شفت بقى ازاي؟ ما علينا قولوا لي بقى اولاد تاني ايه كمان في الانفستيجيشن طبعا انا هطلب على طول اليورين بقى لا في جلوكوزوريا لا في امينو اسيدوريا كل دي حاجات بقى تسال فيها في الام سي كيو ثم بايوبسي ومش لازم تقول ليها بايوبسي العلاج ما هو الكبر كليتور بصراحه الكبر كليتور يعني اسمه بالسلاميين وهو ماده من تكال توكسيك في حاجه احلى منه الزنك اسيتيت مش توكسيك وسيب اوتوماتيك تريد انت بقى لو انت جدع ما كنت سبت العيان يجي له باركنسونيز لكن لما جاله مطالب يجي له علاج سيمتوماتيك في الاخر انتوا ايه احساسكم الهيموكروماتوزيس العيب في الليفر ولا العيب في الانتستين ولا في الاثنين الهيموكروماتوز العيب في الاثنين بس برضو احساسي انما لو عملت ليفر ترانسبلانتيشن يعني هو الديفكت في التست خلاص تعمل ليفر ترانسبلانتيشن وامر الطبيب عالجه بقى في نص ساعه الويلسون لما بعمل ليفر ترانسبلانتيشن المشكله كلها بتتحل ان العيب ميجين وكبد واخد بالك انت ازاي بس طبعا مش هعمله ترانسبلانتيشن الا لما ايه لما يوصل للنهايه يعني كده بقى هناخد الليفر ترانسبلانتيشن في الاخر نعمله ايه بقى من الاثنين ستيج خلاص الليفر اتفردت حط الليفر جديد لكن هو الليفر ماسك نفسه سيبه ما تلعبش يعني ايوه حلو بس انا بقى ايه انا عارف هو عنده المشكله دي فرونزا ستار هقول له ايه اعمل دي ريسبشن مره كل 3 اشهر يعني بص كده هات كده الهيمو كرمانوز كده لو سمحت صفحه بص معايا في الاعلان مكتوب ايه مكتوب بعمل بيسكشن كل مش عارف ايه كل اسبوع اسبوعين صح كده اهو when iron profile become normal 3 or 4 بيسكشن per year بس يعني ايه انا خلاص بقى طبيعي طب عايز امنع بقى تراكم الحديد هو عامل له ايه بقى كل 3 اشهر او 6 اشهر حتى طلع بالدم يعني عشان بأكد اللي احنا مركبينه بقى ما يعرفناش صعب اللي هيحصل في مريض وممكن يبقى ترانسل طبعا عايز سؤال زي ذكي كده ايه اللي يخليه اطلع عليه ترانسبلانتيشن فورا دي مقاومه لو حصل ايه؟ خلاص ما ينفعش الروس ده لازم لا في حاجه هتخليه مضطر اعملها لو حصل ايه؟ لا بقول انا هيباتوما هيباتوما دي بنت كلب الخليج ساعات انا عايز ازرع الكلب يبقى انا مضطر ازرع طب هزرعه بقى واسيب الايرن ينهشه تاني خلي بالك ايه انت عندك مشكله عايزك على طول انت بقى زارع ليفر على نظافه اهو كل 3 اشهر بيزكشن مش هيحصل لك حاجه فهمت حبيبي نفس القصه في الويلسون لو
زرعت هتبقى ايه؟ يعني ادي ليبر وحاجات زي كده. تعبي وينسون حد مرض سهل جدا جدا. بلاش الكحول. اخد الكحول من الفيديو عشان اسهل عشان نشوف يعني ايه مرض مكان مرض. بس بص بقى يا جماعه بطنه رينج طويل من المرض يعني يشد على الجراحه دي كتير اللي يكسروا انا بذاكر اول باول وبذاكر وانا فاهم اساسا الموضوع فيري ايزي يعني انتوا معلش انا بس في سؤال طب انتوا ليه ما ذاكرتوش في الفتره؟ ليه ما كنتوش بتذاكر؟ ليه؟ ما ينفعش. بعد كده خلص بعد كده برانش تاني خلص برانش تالت خلص دخلنا في شهر اربعه ايه بقى المشكله بتاعت البطنه في وسط العام الدراسي؟ بص واحنا في البدايات كده عارف الدنيا حلوه ليه؟ والله احنا بناخد ايه؟ وانا الحمد لله انا من النوع اللي ما بيدوسش قوي يعني بالراحه ماشيين بالراحه اهو ما عندناش مشاكل فتلاقي الدنيا ايه؟ انا ممكن اذاكر حلو اخد الحصه اذاكرها حلو 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 يبقى كويس. لا ده في قضيه بقى هتيجي بعد شهر خمسه او شهر اربعه هتلاقي انت خدته كتير واللي هتاخده داخل عليك. فانا عمال ارزع حاجات جديدة طب والقديم عامل ايه؟ يعني اذا كنت بدات انت بقى ايه؟ تبقى دي كومنتس. انا بقى المشكلة. انت مش هتحس بالموضوع دلوقتي، مش هتحس بالموضوع. خليك محترم. درايف ريبيد سيروزز اكتب بروبلم متكاملة. دايما في القطر دايما. واكتب عليها كده من فوق عشان انا اشم ريحه الديزيز على طول في البروبلم ميدل ايج فيميل ويز ايتشنج نوت ريسبوندنج لليوجوال ميديكيشنز. اول ما اسمع اللفظ ده هو لازم ابقى بايندنج بهذا الديزيز ميدل ايج فيميل itching not responding the usual treatment. The usual treatment. طيب ايه المرض اللي بقى بص ده ارسم لي ناس كتير بس ده بتاع البيوت دايما تقول ايه؟ القاعده بتقول انه all granuloma heals by fibrosis. يبقى المرض طبيعته انفلاماتوري من البدايه الالتهاب. الالتهاب فين؟ في البورتال تريند. حوالين مين؟ البايل داكت. طبيعه الالتهاب جرانيلوما. الجرانيوما بعد شويه هتعمل فايبروسيس تروح الفايبرس تيشو خانق البايل داكت تقوم تبيان فيحصل ايه يا جميل؟ انترا هيباتي بيلياري ريكونستراكشن. انترا هيباتي بيلياري ريكونستراكشن يعني انا اقدر كده مثلا لو عملت الهيبات قصير كده اهو هلاقي البايل كاناليكيولاس هلاقي البايل كاناليكيولاس
جواها ايه؟ جواها ممكن في جواها باين، جواها بس. ايه رايكم مظبوط كده؟ يبقى الراجل ده او الست دي، طبعا الست دي هيبقى عندها بيليري اوبستراكشن يعني جوندس. طب ايه اللي عمل كده؟ خلي ايه اللي عمل كده؟ اوتوميون. ده مرض اوتوميون، هو مرض اوتوميون مش عارفين جاي منين. جه في الستات عمل انفلاماتوري سيلز في الحته ده ايه؟ فعمل بورتال دراكت، عمل بورتال دراكت ايه؟ انفلتريشن، ما تحس ميه انا عايز خلاص. بورتال دراكت انفلتريشن بالانفلاماتوري سيلز، هذا هو خلاص كده بجد بس. طب ايه القضيه؟ عارفين البايل دي؟ البايل دي خارجه منين؟ خارجه منين؟ البايل خارجه من الهيباتوسايت، مش ده ولا ايه؟ البايل بتخرج من الهيباتوسايت. لكنها سبحان الله لو ما تعملهاش درينج اول باول هي نفسها فيري ايريتنت على هذه الهيباتوسايت. خليها حاضر. نفس البايل لو ما حصل لهاش درينج اول باول هي نفسها هتريتيد الهيباتوسايت. عارف هتعمل ايه؟ هتعمل سورت اوف كرونيك اريتيشن. عارف بينتهي بايه؟ سيروزس. يبقى عارف انت الهيباتايت سي والبي والكبر والاير كل دي اريتيتف للهيباتوسايت، وكذلك البايل لو مش معمول لها درينج. عشان كده هذا المرض يؤدي في النهايه الى بيليري اوبستراكشن، اكيوليشن اوف بايل بهذا المنظر، وإريتيشن للهيباتوسايت، وفي النهايه سيروزس. طب هو ليه كده؟ اصل المرض اوتوميون وللاسف علاجه صعب للغايه، فيفضل المريض عنده الحكايه دي مثلا، فبيوصل في النهايه الى ايه؟ الى سيروزس. يبقى طبيعه المرض الانفلاماتوري الالتهاب في البورتال تراكت بيقفل البايل تاكت. المرض اوتوميون يحدث في ميز، وعشان كده هنلاحظ ان في اوتو انتي بودي ان شاء الله هنعرف اسمه النهارده، اسمه انتي ميتوكوندريال انتي بودي، وهنلاقي انتي بودي تاني اسمه اي جي ام. هم دول الحاجات اللي هتشخص هذا الفيروس. يبقى احنا كده خدنا فكره عن الباثولوجي. عارف كلمه ليه فين؟ افتح بس يا حبيبي الدرس الثالثه في الباثولوجي. بس انت خدته وانت مش اوير. هاي المشكله ايه؟ سنوات الاكاديميك مش مخلياك اوير بالحاجه اللي انت بتاخدها، لان طريقه تدريس الاكاديميك معلش مع احترامي خطر، طريقه تدريس خطر. لو الكلام ما اتاخدش بطريقه ابلايد وتفهمني انا ليه بدرس ده، مش انت؟ خلاص كده كده ما خدتوش، ما حسيتش بيه. تيجي بقى تبص في الحاجات دي تقول ايه ده؟ ده الكلام ده احنا خدناه بس هو مش حاسس. كينجا بيكتشر في مين ميدل ايج بتشكو من ايتشين، وتقعد تروح لبتوع الجلد. بتوع الجلد طبعا عارفين كويس اول مرض ده عشان تعرفوا. يقول لا على فكره يا حاجه انا مش شايف مرض جلدي. يعني انا طبعا هيقعد يديها شويه علاج بيني وبينك في الاول، اللي هي ما تستجبش. انا مش عارف مش شايف مرض جلدي. فهو بقى بتاع الجلد بقى هو الراجل غايب يطلب انفستيجيشن. وبعد كده يحولها للدكتور المناسب. في واحد بقى لا انت تروح لحد بتاع ميديسن يشوف ايه الهرش، لان الهرش شكله جاي من مرض معين ملوش دعوه بالجلد. فنبتدي احنا نشك في ايه؟ فرصه. طبعا الست دي غريبه جدا. هيجيلها اتشن. بص بقى الشيء الغريب، الست دي يجيلها جوبس ولا ما يجيلهاش؟ جوبس بس بصراحه بقى الامر العجيب، اسمع بقى الامر العجيب. الايتشنج يسبق الجوبس احيانا في سنوات كده. يعني تقعد تهرش والجوبس مش باين. انا بقول لك ليه الموضوع غريب.
فلما لقوا كده قالوا ايه؟ قال لك يبقى شكل الموضوع في ان في ان بقى في الموضوع ايه الان دي بقى؟ انتوا سؤال كلنا حافظين يعني او عارفين من زمان سبب الايتشي في الكونستراكتيف جوندس اللي هو ايه؟ ريتنشن اوف باي سولز في الموضوع كلنا عارفين كده. فهم افترضوا دول افترضوا حاجه ثانيه، قال لك على فكره اكتشف ان المرض ده معاه حاجه بتحصل سنترال من هنا هي اللي بتخلي العين يخش. فقالوا ايه الحاجه دي؟ فاكرين زمان لما جينا خدنا حاجه اسمها الاوبيويد سبستانس، مش هي اسمها اوبييد؟ اوبييد. وفي اوبيويد، اوبيويد يعني ايه؟ اوبييد لايك. فهم لقوا ايه؟ لقوا ان البرين بتاع هذا المريض بيطلع ماده اوبيويد شبه الاوبييد، بس الماده دي بقى هي المسؤوله عن الايتشي. طب هم عرفوها ازاي؟ مين يقول لي ايه الحاجه اللي بتانتاجونايز الاوبييد؟ فاكرين؟ نانوكسون. عارف عرفوها ازاي؟ بالصدفه. يقول لك في بلد من البلاد زمان ده يقول لك واحده ست عندها المرض ده فالوليه هتموت من على طول رش هموت. انت عارف ان العرش ده ممكن يخلي واحد ينط من البلكونه ينتحر. ايه العرش ده؟ انا مش عايش كده هتروح نط من البلكونه. فالوليه زي ما تقول ايه؟ خلاص بقى مش قادر. راح واحد قال لك ايه؟ اديها مورفين خليها تنام. صار عزاها مورفين فلما اديها مورفين صار الوليه ايه؟ ده كونتر انديكيتور على فكره في الليفر ديزيز. فالست بدات تخش زي شبه كوما خطر مهني حصل. راح الدكتور اللي معاه قال له ايه؟ هات النالوكسون انتيدوت لمين؟ للمورفين. خدت النالوكسون الهرش راح. ست فاهم وبطلت تخش. فقعد يفكر خد بعضه راح على قهوه وقعد يفكر ايه اللي حصل؟ بص دول واحده من الامانه فقال لك انا شكل الست دي طالما خدت النالوكسون وتحسنت، النالوكسون ده انت دوت لمين؟ للاوبييت. فقال لك يبقى احتمال في ماده شبه الاوبييت اوبيويد طلعت في البرين وتخليها تخرج بطريقه من سنترال ميكانيزم، ولذلك كان بتتلاقى النالوكسون وقف الفعل بتاع الاوبيويد ده اللي شبه الاوبييت. تخيل النظريه دي وقتها انت بقى مش مطلوب منك تقول القصه كلها، كله ايه؟ علامات وانا هناك سنترال ميكانيزم هي المسببه للايتشي بالاضافه، اكتب بالاضافه للبايت سولت برضه. يعني البايت سولت برضه داخله بس دي حاجه سنترال خليتها تخرج بدري. قال لا الكلام لوجيك ولا لا؟ فيجي واحد بقى الراجل الدكتور غتت يقول لك ايه؟ وايه بقى الحاجات السنترال دي؟ انت بقى بتحكي له القصه كله اوبيويد لايك او اوبيويد سابستانس على يبدو ده بروف لان الست دي بتستجيب للنالوكسون وعلى نفس الفهم برضه احنا مش عارفين الموضوع بالظبط يعني. تمام؟ تعالى نشوف بقى الكلينيكال بيكتشر زي ما انتم شايفين. هي الست اصلا عندها ميليان كونستراكشن يبقى هيبقى عندها ايه بقى؟ جوندس واليورين دارك اللي هو كونستراكشن والستول كلي هياخد شطر الجوندس. وبعدين الايتشي بس الايتشي بتاعه بيجي بدري. صح كده جميل؟ انهي تو فيتامينز بيتاثروا بالبيليار كونستراكشن؟ فيتامين كي يحصل نزيف وفيتامين دي. فيتامين دي هنا يخلي عظم الست يبقى مفشفش فنسميه هيباتيك اوستيوديستوفي. طب ليه الحاجات دي موجوده اصلا يا جماعه؟ دي واحده عندها لونج ستاندنج بيليار كونستراكشن هتوصل لمراحل شديده من ان العظم هيبقى تأثر تأثر شديد. طبعا بيبقى عندهم ديسبيبسيا عشان في بيليار اوبستراكشن. وايت ما بتوصلش من ايه؟ بالذات تكتب اكتب بين قوسين سبيشالي فاتي ديسبيبسيا، فاتي ديسبيبسيا. عشان الفايت ما بتنزلش بقى فين؟ في الانتست. مش كده ولا ايه؟ وايه كمان؟
الابلكيشن ساعات بيقول فيه بيقول بقى في ده زنس لازمه. عارفين الزنس لازمه؟ لما اجي اقول لك ايه المرض في الكبد بيعمل هايبر كوليسترولمي بيجي له بصراحه هو ده الكوليسترول بينزل مع الفايل. طب مين اكتر هو ده ليه؟ ايه ده؟ عشان هو مرض اوتو اميون. عشان ده مرض استاذ مجدي انا هكلمك بعد شويه مش حبيبي هكلمك يا حبيبي بعد شويه سوهريني. فالمهم البرايمري بيليري هيبتدي عشان لونج ستاندنج هيعمل هايبرليبيديميا لاقصى حد ويحصل زنس لازمه وبهدله وزنسومه والكلام اللي انتوا بتسمعوه عنه. طيب يا شباب ايه المرض الثاني اللي خدناه اوتو اميون ديزيز في الليبر؟ خدت احنا مرض اوتو اميون ديزيز في الليبر خلاص تمام. بتقول يا عم المرض بتاعك اللي احنا قلناه الاوتو اميون هيباتايتس اللي احنا قلناها ليبويد والحاجات اسمها ليبويد هيباتايتس تايب 1 كانت تتميز بالإكسترا هيباتي مانيفستيشن وهيكلها أوتوميون أسرار سيلو هيموليزيز مش كده أقول منها هيموليتك حاجة زي كده. بص برضه دي برضه في المربع نفس الكلام مع حاجات أوتوميون جميلة. الليبويد في مين؟ دي في مين برضه بس دي بتتسم اللي هي بتهرش جامد. يبقى ايه المرضين اللي في الليفر؟ اوتو اميون ديزيز. تكتب بس السؤال ايه الاوتو اميون ديزيز في الليفر؟ كله كرونيك الاوتو اميون هيباتايتس والبرايمري ميليا. ايه الفرق بينهم؟ الهرش. الهرش الشديد وشبه بعض في ايه؟ ايه وجه التشابه؟ عشان كده ساعات يقول لك ايه الديفرنش؟ ايه وجه التشابه؟ الاكسترا هيباتيك مانيفستيشن هم معاهم ايه؟ معاهم حاجات شبه بعض كده اوتو اميون هيموليتك ومش عارف ايه وحاجات كده. ده بس الكلام للعلم مش طبعا كاتب لك انا مربع مهم قوي بيقول لك ايه؟ ميديكال كوزز اوف ايتش يعني ايه؟ يعني بين قوسين كده اكتب في مره مربع نو سكين ديزيز. المرض مش مرض جدي في ناس هيخرشوا وتطلع المشاكل ميديكال زي مين بقى عندك؟ خد عندك بقى البرايمري بيليري الاوبستراكتيف جونز بروجين عام الدايبيتس اليورينيا اللوكيميا الليمفوما رصه يبقى اللوكيميا الليمفوما الدايبيتس رينال فيلر الكونستراكتيف جونز البرايمري بيليا الهيموليتيك انيميا بلاوي تعمل هرش. يبقى هنا لما واحد يجي لك بيهرش ما هي الانفستيجيشن اللي بتطلبها؟ تكتب بقى هذه المعلومه. يبقى بيشنت عنده اتشنج نوت ريسبوندنج للميديكيشنز تطلب له انفستيجيشن ايه؟ وضو انفستيجيشن ايه؟ انت بقى تقول انفستيجيشن يعني مثلا على فكره في مرض مهم قوي مكتوب في المربع بيعمل هرش مكان بولي سايسيميا روكا فير عشان تبقى عارفين فهطلب ايه؟ سي بي سي. السي بي سي هتطلع عندك هنا ايه؟ ممكن تجيب لي اللوكيميا تجيب لي البولي سايسيميا مش كده؟ اطلب ايه كمان؟ كيدني فانكشن ده انت طلعت يورينك يا عم. اطلب ايه كمان؟ اطلب الانتي بودي بتاع المرض ده اللي بيقولوا اسمه AMA هو زي ما كده AMA هو الانتي ميتوكوندريال انتي بودي هذا هو السبيسيفيك انتي بودي. اطلب ايه كمان؟ بلاد شوجر عشان السكر مش كده يا ولاد؟ وهكذا ونقط نقط هتلاقي بقى ايه؟ السي بي سي بتطلع اللوكيميا بتطلع الهيموليتيك انيميا بتطلع فاهم قصدي؟ شوف انت بقى الكوزز في المربع وانت تقول فجت مره بروبلم عندنا هنكتب بقى البروبلم مع بعض. يوم العيال يقولوا ايه؟
جابوا مره البروبلم مفتوحه، يعني مفتوحه لك واحده ست عندها مش عارف 50 سنه والدكتور روش وبقالها فتره وراحت للدكتور، فدكتور الجلديه قال لها ما عندكيش مرض جلدي. فقول لي رايك ايه؟ كله كتب برايمري ميديال، هذا صحيح بس ليه ديفرنش؟ مش ده كله؟ يعني بوسيبيليتي هو بقى بيساعدك يقول لك ايه؟ ايه الموست لايك؟ طب ايه الديفرنش؟ برضه قول لي حاجات تعمل هرش برضه. طب ايه الابسيليشن اللي انت ممكن تعملها بشكل عام؟ طب انا عارف الماتيريال وعارف ايه؟ فانا هكتب بقى هقول في ميل 45 سنه اتشن with no response to treatment. On examination, no jaundice, بس يقول لك no jaundice عشان تعرف ان itching بيظهر قبل الجاundice. بس في hepatomegaly, mild hepatomegaly. The investigation revealed بحاجة واحدة، مش هقول لك بالروبين ولا الكالانتوسكوتيز، هاي جي جي تي والجاما جي تي، الجي جي تي اللي هو بتاع البيدر الكونستراكشن. طبعا انت هنا هتحط هنا ايه الموست لايكلي دايجنوزز؟ هتقول ايه؟ برايمري بيدر سيروس. هيطلب منك بقى انفستيجيشن اخرى، هيطلب منك العلاج، مش كده ولا ايه؟ جاما جي تي اللي هو اكتب جي جي تي. ارجعي بقى لورا واقروا بقى يا جماعه، ذاكروا يا اولاد مش هينفع كده، لسه عماله تتحنجن. طيب نيجي بقى ايه الانفستيجيشن؟ قلنا ايه الانفستيجيشن؟ البيلوبين عالي، الكالانتوسماتيز عالي، كاما جي تي عالي، مش ده بيليا ريكونستراكشن؟ طب ايه الانتي بودي؟ انتي ميتوكوندر انتي بودي مكتوب كام في المية؟ هتلاقي مكتوب هتتكتب 95% من الحالات. يعني ان اجي اقول لك مين اللي بيشخص انتي ميتوكوندر انتي بودي؟ فمين يقول لك ايه؟ في ميل عندها اتش وهي عندها 50 سنة، تحب تطلب لها ايه؟ انتي ميتوكوندر انتي بودي. والانتي بودي اي جي ام سونار ليبر بايوبس، ليبر بايوبس اهو اللي انا بسمع عليه على الصدر. واخيرا ايه العلاج ببساطه؟ ايه الدواء الكليتور للبايل سول؟ كل سبايل كل سبايل كل سبايل مين هيكتب اسمه في السوق؟ اسمه كويسترين. كويسترين ريتينشن فين؟ في البلد. السؤال بقى هو الكوليستايرامين هيجيب البايل سولت من البلد دايركتلي؟ لا، هو بيكليت البايل سولت في الانتستين، لان البايل نازله والبايل سولت راح الانتستين. حلو كده؟ طيب باقي البايل سولت بيرجع شويه للليفر وفي شويه بينزلوا فين؟ في الاسطول، صح كده ولا لا؟ دي اسمها ايه الرجعه دي بيسموها ايه؟ الانتيرو يبادئ سيركوليشن. يبقى انا عندي بارشيال، خلي بالكم انا عندي ايه هنا؟ على فكره البرايمري بيليا سول بس عشان تبقى حاسس بيها،
It is a chronic partial obstruction of the biliary system. يعني في biliary system obstructed partially. Chronic, long standing. خلال. وبالتالي هتلاقي في شوية بيحصل لهم ارتجاع إلى البلاط. ده في حالة ايه بقى؟ الكلام ده في البيليري اوبستراكشن بوجه معين. اللي عنده بيليري اوبستراكشن ماذا يحدث؟ حبة بايل بينزلوا شوية، ولازم حبة ينزلوا لأن ده بارشال اوبستراكشن. هيروحوا فين؟ في الانتستين. خلينا بقى على البايل سول. شوية بايل سول يرجعوا للليفر، وشوية يروحوا للاسطول، وفي شوية ريتين في الليبر يردوا في البلاط يعملوا الهرش، صح؟ طب الدواء هيجيب البايل صوت منين؟ ماليش دعوه بالدم، هياخد البايل صوت في الانتستين كلها وعلى الاسطول، يبقى هو بيشتغل على ايه كل سلايدرين؟ انه يمنع الكيرو هيباتيك سيركيليشن، عشان بس تبقى فاهم مش دي فارما لا لا بس كده، ومن هنا بيقلل البايل صوت بقى ريتينشن شويه في الليفر. انا لما امنع الانتيرو هيباتيك سيركوليشن يبقى كل البايل اللي بتخرج من الليفر على الشارع، يلا على الشارع يلا، اللي في بيلي كروسكاتش بينزل خير وعلى الشارع والنبي ما ترجعليش، صح؟ عشان كده الكوليسترولين برضه تحسه هو مش فعال قوي، بس هنعمل ايه؟ هو ده اللي حكيتي، هو عباره عن اكياس. كل الصلامين الكياس كده كيس، الكيس يبقى زي بنسميها الشكل كده. الكيس عباره عن ايه؟ خمسه اكواب. الكيس خمسه اكواب. حلو ده؟ الكيس ايه؟ خمسه اكواب. بنديله حوالي 15 جرام فلويد. يعني ثلاث اكياس او كيسين. طب ايه رايكم ياخدهم امتى بقى؟ ياخدهم امتى؟ ايه الوقت في اليوم اللي الجول بلادر بتاعتك مليانه بايل قد كده؟ قبل الاكل الصبح. انت صحيان من النوم الصبح قبل ما تاكل، عشان كده لما تيجي تعمل انت موجات صوتيه اوكي على بطنك وعايز تشوف الجول بلادر بالذات، لازم الجول بلادر تبقى مليانه بايل عشان الراجل يبقى شايفها. ولما تقوم من النوم الصبح صاحي تجيب، لو اكلت الجول بلادر هتكونتراكت. يبقى انا اعمل ايه بقى؟ طول ما انت نايم بالليل، بص الليفر بيعمل ايه بالليل؟ انت بقى نايم سبحان الله نايم، والليفر بيصنع لك البايل والبايل سول وعمال يخزنها في الجول بلادر، عشان سيادتك لما تقوم تاني يوم الصبح تاكل الجول بلادر ايه؟ تكونتراكت ويعني تاكل بقى وتنبسط. فانا هقفشها بقى حوالي ايه؟ اول ما تقوم من النوم وانت بتفطر. يا ريت قبل الفطار لو امكن تاخد الكوليسترولامين الاول وتاكل. اول ما تاكل الجول بلادر هتكونتراكت، البايل هتغرق الانتستين، يروح الكوليسترولامين واخد البايل كلها مع الشوكه. فهمت الفكره؟ بس هي دي الطريقه. بس الكوليسترولامين اكتب عليه طعمه زفت، اكتب طعمه زفت. يبقى لازم انت ايه المشروب اللي دايما بيدار الطعم؟ البرتقال دي دواء مهم قوي. الحاجة التانية في دواء اسمه أورسو ديزوكسي كوليك أسيد. اسمه ايه في السوق بقى يا جميل؟ أورسو فالك. سمعتوا عنه؟ خدوه فين ده؟ في ال هتطلبوها في الجراحة اللي هو في علاج الكوليسترول ده الميديكال تريتمنت. ايه الأورسو ديزوكسي كوليك أسيد؟ اسمه أورسو ديزوكسي كوليك أسيد اللي هو ايه يا ولد؟ ده بايل اسيد. عارف كميسته ايه؟ بيخلي البايل بيقلل الكوليستيزس في الليبر.
عايز يخلي الفايل كده في حاله سائله اشتازجه، يخلي الفايل ايه الكوليستيزيس يقل. يبقى انا باخد دوايين الاثنين اهم اثنين الاهم اورسو ديزوكسوكوليك اسيد اسمه اورسوفالك، اورسوفالك وزميله في السوق اهو اساس الدواء ده مهم قوي اسمه اورسو. بص لذيذ قوي جول يعني جول بلبن اللي هو بيعالج الكوليسترول بس طبعا اورسو جول او اورسو فال بلس كوليستيرامين. على فكره الكوليستيرامين خلي بالك بس من المعلومه دي الكويستران ده الاسم التجاري ده غالي في بديل بس انا دايما انسى اسمه في اسم بديل تجاري شركه منزلاه ارخص فانت لما تيجي تكتب بعد كده تكتب كده كوستران غالي في بديل رخيص وتسيبه انت لما تيجي تشتغل اه ده في بديل ايوه الصيدلي هو اسمه اللي عندك كوستران في البديل اسمه ايه بقى اللي هو ما بيعملش حاجه ده اللي هو مشيلي ايوه انا عايز ده بس كده. وبعدين تدي بقى تخش بقى في حاجات تانية ده بيخلي الانترا في بص الكوليستيزيس يقل. هو ايه المشكله في البايل؟ البايل غليظه غليظه هايل كوستيك غليظه مع الميديا والاستراكشر الدنيا بتبوظ. هو بيخلي البايل زي ما تقول في حاله سائله اكتر يخلي فيها سيوله اكتر فيخلي الكوليستيزيس يقل شويه. ايه دي بس في عندك بقى فيتامين كي وفيتامين دي. طب ايه رايك بقى ممكن ادي نالوكسون؟ ممكن لو الست هرش الجامد وهتقول بقى ممكن ابقعها واحده نالوكسون كده عند اللزوم ولا حاجه. سيبك من الريفلامبيسين ده حط عليها علامه استفهام. طب سؤال ايه الاميون سبريشن ده؟ في بقى في النهايه خالص اميون سبريشن ممكن ادي له ممكن ادي بقى مكتوب ايه عندك اميون سبريشن؟ هذا سيكولين برضو الكورتيزون في عيب. اكتب بقى الكورتيزون عيبه هنا مش عارف مكتوب ولا لا ان هو ميل اجريفيت الهيباتيك اوستيول ديستروفي. خد بالك ان الكورتيزون تاثيره سلبي على العظم. دي ست على فكره الست دي عندها كام سنه؟ قال لك ست دي 50 سنه و55 يعني عظمها اخباره ايه؟ مفنفن وعندها المرض يا عيني ماسكها بقى لها 10 سنين. يبقى العمليه عندها مش مظبوطه عندها هيباتيك اوستيوديستروفي وحتى مديها كورتيزون خلى عظمها يتدشدش. تيجي الست دي بس بص خليها بس تقع لو وقعت فراكشر. عارف يعني ايه فراكشر؟ يعني مورتاليتي. لما واحد يجي له فراكشر غير فيمر كده هتخش المستشفى وتعمل عمليه بص دي في تي بالمونري امبوليزم. شفت ماتت ازاي؟ خلي بالك ما ماتتش من المرض زياده ماتت من الكورتيزون اللي حضرتك بتديله له عشان تبقى عامل حسابك. ماشي الكلام؟ وفي الاخر ليفر فين الجنرال فين؟ الجنرال مش جايبينه ليه؟ جايبينه والله بس يعني جايبينه؟ طب اوكي كده كفايه احنا معانا جايبها الاربع اربع واحنا معانا جايبينه ونص. الخميس بقى اللي جاي ممكن يبقى معانا ممكن اجي لكم يعني الخميس ده ممكن لو احنا ماشيين كده ممكن الخميس اجي لك الاثنين بالظبط وقبل الاثنين لو عايز كده. الخميس انا بنزل الصبح ممكن يبقى اثنين بس الاربع هو بس اللي بيبقى فيه شويه يا جماعه عشان ما بنتفقين. انا بقول اثنين ونص بس يعني الاربع ساعات متاخر عشان بس مش هتاخر كده.